السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تعداد القادة أرحب بكم ونشكر لكم اهتمامكم الكبير لاكتساب العلم والتعلم. سيقدم اليوم ضيفنا العزيز الأستاذ أيمن عبيد هذا اللقاء بعنوان مصطلحات كرة القدم باللغة الإنجليزية، والذي يمتد لساعتين بمشيئة الله. سوف نقوم بتقديم نبذة عن الأستاذ أيمن عبيد. الأستاذ أيمن أجاد اللغة الإسبانية والإنجليزية بعد أن درسها بجامعة القاهرة، وتخرج بدرجة البكالوريوس من كلية الآداب من قسم اللغة الإسبانية والحضارة الإسبانية. بعد ذلك مارس شغفه للغة ومكنها بأخذ دبلومات متنوعة في اللغة الإسبانية واللغة الإنجليزية. وبسبب إصراره ومن بيئة العمل تعلم اللغة البرتغالية ودرسها في وقت فراغه عن بعد حتى أجادها، بالإضافة إلى أنه عمل في شركة مايكروسوفت. بعد ذلك وفي عام 2013، وبسبب شغفه لكرة القدم واصل تعليمه وحصل على دبلوم الإدارة الرياضية بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات الرياضية CIES التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم، كما عمل في السفارة البرازيلية كإداري ومترجم معتمد. ومن عام 2011 إلى 2019 كان الأستاذ أيمن مترجم للاتحاد السعودي والمنتخبات الوطنية، وكذلك رافق المنتخب السعودي خلال تصفيات ونهائيات كأس العالم 2018 والمقامة في روسيا. يعمل الأستاذ أيمن حاليا مترجم بنادي الاتحاد السعودي، ونشكر لكم اهتمامكم، كما نود تنبيهكم أيمن بالإجابة عليها بعد نهاية المحاضرة بإذن الله. تفضل أستاذ أيمن، وبالتوفيق للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أيمن عبيد، شاكر جدا أستاذ أحمد للتقديم، وأشكر الدعوة الكريمة التي حصلت عليها من معهد إعداد القادة التابع للهيئة العامة للرياضة وزارة الرياضة. أعتقد أن في البداية بعد ما نتكلم عن كرة القدم بشكل عام، مقدمة سريعة عن كرة القدم بشكل عام وأهميتها خلال العقود الماضية، نتكلم سريعا عن كرة القدم، ثم بعدها نبدأ بإذن الله موضوع المحاضرة، وأعرض لكم العرض التقديمي البرزنتيشن الخاص بالمصطلحات الرياضية في كرة القدم. في البداية طبعا ما في شك أن كرة القدم هي اللعبة الأكثر شعبية في العالم أجمع، تحتل أكبر عدد من المتابعين وأكبر عدد من اللاعبين اللي بيمارسوا هذه الكرة بحسب تقارير الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. بلغ عدد اللاعبين اللي بيمارسوا هذه اللعبة تقريبا 1.3 مليار لاعب متابع عفوا ومتفرج. تعتبر رياضة كرة القدم كمان في متناول الجميع، ممكن نمارسها في أي مكان زي مثلا الصالات الرسمية، الملاعب الرسمية، وحتى في الشوارع أو الحدائق. أعتقد أن الآن تقدر تشوف الملف. هذا هو العرض التقديمي. أول شيء نتكلم اليوم عن مصطلحات كرة القدم وباللغة الإنجليزية نسميها فوتبول تيرمينولوجي. تيرمينولوجي طبعا معناه علم المصطلحات. طبعا ما في داعي ان امر بهذه الشريحه لان خلاص الاستاذ احمد قدمني، يعطيه العافيه. بس الارقام للتواصل، محاور لقاء اليوم ان شاء الله. في لقاء اليوم بنتكلم عن اول شيء مصطلحات عامه في كره القدم، بعد كده إن شاء الله بنتكلم عن مصطلحات تدريبية بدنية وفنية، ولما نتكلم عن الفني، المصطلحات الفنية أقصد بها التكنيك زائد تكتيك، وأحاول بقدر الإمكان إن شاء الله أن أفرق بين النقطتين، وفي نفس الوقت يكون في مصطلحات خاصة فقط بالتكنيك
مصطلحات خاصة فقط بالجانب التكتيكي أو الخطط. بعد كده إن شاء الله بيكون في مصطلحات خاصة بإصابات الملاعب، ثم في النهاية أضفت هذا الجزء نظرا لأهميته، رأيت أنه مناسب كمان لبيئة العمل في الرياضة، ونظرا لخبرات شخصية عشتها مع المنتخب السعودي الأول في مرحلة تأهل لكأس العالم، الفترة اللي كانت من 2015 إلى 2017 مع المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، وأيضا فترة كأس العالم، نهائي كأس العالم في روسيا 2018 اللي كانت مع المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيسي. الجوانب النفسية والتحفيز كانت لها كلمة السر، بل العامل الأكبر في تحقيق نتيجة جيدة جدا، تحديدا في مباراة المنتخب السعودي أمام المنتخب المصري، ثم مباراة المنتخب السعودي أمام أوروغواي اللي كانت المباراة الثانية في البطولة. وبغض النظر عن الهزيمة، لكن الأداء كان جدا مشرف. وفيما بعد إن شاء الله في نهاية الجزء الأخير من محاور هذا اللقاء أو البرزنتيشن بتعرض لبعض الشرائح الخاصة بالتحفيز والجوانب النفسية، شوية عن مباراة أوروغواي وش اللي كان يصير قبل هذه المباراة كإعداد نفسي للاعبين. الآن بسم الله نبدأ المصطلحات العامة في كرة القدم. أول شيء بنبدأ بالكلمات الأكثر سهولة الأسهل. عفوا، قبل لا أنسى حابب أتكلم عن نقطة مهمة جدا. أول شيء أنا ما أسمي هذه المحاضرة، ولذلك أنا سميتها لقاء، لأنه مجرد لقاء دردشة، تبادل المعلومات، تبادل الآراء، وإن شاء الله مسموح طبعا بالأسئلة لكن عن طريق الشات، وبإذن الله في نهاية هذا اللقاء ممكن آخر نصف ساعة أو آخر 20 دقيقة على حسب إن شاء الله ما نفرغ من شرح البرزنتيشن، العرض التقديمي، بعدها بإذن الله قدر الإمكان من هذا اللقاء. المستهدفين، الفئة المستهدفة أو الشريحة المستهدفة من هذا اللقاء بشكل عام هم المبتدئين في كرة القدم، كل محبي كرة القدم طبعا بشكل عام، لكن المبتدئين بمعنى المستوى المبتدئ في اللغة الإنجليزية كمصطلحات في كرة القدم، المستوى فوق المبتدئ أو ممكن نسميه المستوى المتوسط. طيب، الشريحة الأولى اللي قدامنا احنا شايفين الآن، أول شيء طبعا كلمة كرة القدم فوت بول، بول هي كرة، أي كرة، ممكن تكون مثلا كرة سلة، ضيف لكلمة بول باسكت صارت باسكت بول، هاند بول صارت كرة اليد، فولي بول صارت كرة الطائرة، وهكذا. ولذلك فوت بول هي كرة القدم. كلمات عامة زي مثلا كلمة تسلل أوف سايد، وأعتقد الكل يعرفها لأن حتى احنا بنستخدمها في العامية الدارجة في جميع الدول العربية تقريبا، مش بس في السعودية. بالنسبة للهجوم، أتاك، أتاك هو الهجوم، عكسه ديفنس، وطبعا هم أهم موقفين أو لحظتين في كرة القدم، لأن في كرة القدم أنت عندك إما إن الكرة معك فإنك بتهاجم، يا إما الكرة مع الخصم أو مع الفريق المنافس فإنك بتدافع. فأهم لحظتين في كرة القدم، وفي اللحظة الثالثة أو الموقف الثالث اللي هو الرابط ما بين الهجوم والدفاع، ويسمى التحول ترانزيشن. وبعدين الكلمة هذه بتيجي إن شاء الله في شرائح في صفحات لاحقة من هذا العرض التقديمي. بالنسبة لي لما اقول مثلا، ابى اقول يسجل هدف، اللاعب سجل هدف، to score a goal، score هي يسجل او يحرز، وجول هو الهدف، وايضا كلمه جول بنستخدمها في العاميه تقريبا في العالم العربي كله. حذاء كره القدم اللي هو تكرمون الجوتي او البوت، سميه بوت، نفس الكلمه طبعا هي كلمه انجليزيه واحنا نستخدمها في اللغه العربيه، BOOT football boot. بالنسبة لحذاء الرياضي للجري اللي هو الكوتش العادي نستخدمه للجري، هذا يسمونه trainers، trainer أو trainers، trainers طبعا على أساس إنهم الاثنين، يعني الاثنين اليمين واليسار يعني الرجلين، ف
فالاثنين الكوتش اسمهم مع بعض اسمهم ترينرز. في اسماء ثانيه زي كلمه مثلا سنيكرز، زي كلمه رانينج شوز لحذاء للجري، لكن انا اتكلم عن المصطلح الانجليزي بيكون ترينرز. الجدير بالذكر برضو قبل ان نكمل المصطلحات، ان انا حاولت بقدر الامكان في هذه المحاضره ان وفي هذا اللقاء عفوا ان يكون الكلمات المستخدمه، المصطلحات المستخدمه من هي معتمده من الفيفا الاتحاد الدولي لكره القدم، وفي نفس الوقت هي باللغه الانجليزيه البريطانيه وليست الامريكيه، لان كما تعلمون طبعا الانجليز هم من اوائل من طور كره القدم. طبعا كره القدم ظهرت في الصين من آلاف السنين، لكن نتكلم عن كرة القدم بمعناها الحديث، هم الإنجليز هم أول من طوروا لعبة كرة القدم بمعناها المفهوم الحالي. ولذلك الجدير بالذكر أيضا أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اختصاره هو Football Association FA، ولذلك بمعنى أنهم أول اتحاد، هذا لأنهم أول اتحاد كرة قدم في العالم، اتحاد رسمي لكرة القدم كان هو الاتحاد الإنجليزي. ولذلك معظم دول العالم إلى الآن تستخدم كلمة FA، أي Football Association، اتحاد كرة القدم، للدلالة على الاتحاد المحلي الخاص بدولتهم. يعني مثلا لما أنا أتكلم عن الاتحاد السعودي وأقول مثلا in our FA، يعني في اتحادنا، خلاص المستمع يفهم تلقائيا ان انا اتكلم عن الاتحاد الكره، بالرغم ان الاتحاد السعودي لكره القدم باللغه الانجليزيه لا يطلق عليه association ولكن يطلق عليه federation. وبرضه هنا نتكلم عن ان federation واسوسيشن الاثنين في سياقات خارج كره القدم ممكن يكون لها معاني اخرى، مثلا association ممكن يكون تعني نقابه او جمعيه او غيره، لكن وفيدريشن هي اللي معناها اتحاديه او اتحاد حرفيا، لكن في كره القدم سواء اسوسيشن او فيدريشن الكلمتين يستخدموا بمعنى اتحاد. بعد كده نتكلم عن الوقت الاضافي اكسترا تايم، اكسترا تايم او ادد تايم او اديشنال تايم، هم ثلاث كلمات. كلمه الاضافي هي حرفيا اديشنال او ادد الوقت المضاف، وممكن كلمة extra برضو على أساس أن extra تعني شيء زائد أو إضافي، فيصير extra time, added time أو additional time. win فوز، draw التعادل، draw، والخسارة لها معنيين. خسارة حرفيا تعني باللغة الإنجليزية loss، وهزيمة defeat. وش الفرق بين كلمة defeat وloss؟ ببساطة شديدة هم في الكورة ما في أي فرق، لكن الكلمتين كلغة لمن يعني يود التعمق شوية في المعنى أو يحب دراسة اللغة الإنجليزية، defeat تستخدم كفعل بمعنى يهزم ويهزم، يهزم ويهزم. يعني لو أنا مثلا الحين أقول our team، فريقنا defeated the other team، فريقنا فاز على الفريق الثاني او our opponent الخصم اللي لعبنا قدامه، تعني ان احنا اللي هزمناهم، يعني احنا اللي متفوقين، يعني احنا فزنا. وفي نفس الوقت لو انا قلت في جمله ثانيه استخدمت نفس الكلمه defeat، لكن قلت our team was defeated او we suffered a defeat، عانينا من هزيمه، في الحاله هذه معناه ان احنا هزمنا. فكلمة defeat بشكل عام في الكورة تعني الهزيمة، لا تستخدم في سياق كلمة أو بمعنى أنه يكسب أو يربح أو يفوز إلا فيما نذر، لكن في الكورة معترف بأن كلمة defeat حتى في النصوص اللوائح الرسمية الخاصة بالمسابقات الرسمية التابعة للفيفا والاتحاد الآسيوي، بل والاتحادات القارية والاتحادات العالمية لكرة القدم، جميع اتحادات العالم تستخدم كلمة defeat للدلالة على الهزيمة أكثر من كلمة loss اللي هي خسارة. penalty ركلة الجزاء أو ضربة الجزاء. shin pads، shin pads هذه كلمة
لها في كلمتين بنفس المعنى، تستخدم لكلمة الكسارات في اللهجة السعودية نقول كسارات، وهي في بعض اللهجات الأخرى تستخدم كلمة شينكار، على أساس شينكار هذه تحريف لكلمة شينغارد، وهي الكلمة الثانية اللي أنا تو أقول عليها، إن في كلمتين، كلمة باللغة الإنجليزية البريطانية شيم بادز اللي هو الغطاء الواقي لقصبة الرجل على أساس الاحتكاكات في اللعب في المباريات أو حتى في التمارين، ونسميها الكسارة باللغة باللهجة العامية، وممكن تستخدم أيضا كلمة شين جارد، إذا شين بادز وشين جارد. عندنا كلمة ملابس، طقم الملابس مثلا، هذا اسمه كيت. كيت ملابس اللاعبين أو المدربين أو كل العاملين بالنادي، وعادة تكون ملابس موحدة، يونيفورم زي موحد، نسميها كيت، أطقم موحدة تختلف فيما بينها مثلا في الألوان والمقاسات، لكن بشكل عام هي ملابس موحدة لأنها يكون عليها شعار الفريق اللي هي الفلاين العادية، وإذا كان الشورت كل هذا يطلق عليه كيت ملابس، سواء بنطلون، سروال قصير، سروال طويل، كل الجاكيت كل هذا يطلق عليه كيت. كيت مان اللي هو المفروض رجل الملابس، لكن طبعا احنا مش ترجمة حرفية، فاحنا متعارف عليه هنا في السعودية تحديدا مأمور العهدة، او في بعض الاتحادات العربية او حتى الخليجية تسميه مسؤول المهمات. مسؤول المهمات على اساس مش كيت مان، في الحالة هذه يتغير مسماه باللغة الإنجليزية الى equipment man او equipment responsible اللي هو مسؤول المهمات او المعدات تصلح، لكن مهمات تستخدم اكثر. 1 nil هذا مصطلح برضو، لان كثير منا لما يقول احنا فزنا 1-0 او حتى ان هزمنا 1-0 النتيجه بشكل عام نقول 1-0. هي 1-0 مش خطأ، هي تفهم في سياق الكلمه، لكن المصطلح الصحيح باللغه الانجليزيه هي 1 nil. 1 nil 2 nil 3 nil 4 nil على حسب النتيجة، المهم نل في هذه الحالة تعني لا شيء، صفر. المستطيل الأخضر الملعب هو pitch، P-I-T-C-H pitch. واللي يفرق عنه عن الملعب ككل field، field هي أرض الملعب، لكن ممكن كمان تشمل الجزء الإطار الخارجي من من المستطيل الأخضر اللي هو مثلا اللي عليه مقاعد للبدلاء، دكة الاحتياط زي ما نسميها، أو المنطقة حتى اللي تعتبر الميكس زون أو اللي هي حق المقابلات الصحفية وكده. بشكل عام هي المنطقة اللي هي داخل الملعب، ممكن بدون المدرجات يقال عليها فيلد، وأحيانا أيضا الملعب بالكامل كاستاد يطلق عليه فيلد. بعد كده عندنا نتيجة المباراة، سكور. سكور هو نتيجة المباراة، وطبعا احنا بنستخدمها برضو في العامية لما نقول السكورات نقصد بها اللي هي الأوراق، القوائم المعتمدة لنتائج المباريات في الدوري، يسمونها السكور شيت اللي هو قائمة نتيجة المباريات بعد كل جولة. مانجر أو هيد كوتش، وش الفرق؟ المانجر هو نفسه الهيد كوتش، لكن تحديدا في إنجلترا هي عشان زي ما قلنا انهم يعتبروا من اوائل الدول اللي طورت كرة القدم الحديثة، فيستخدموا كلمة مانجر بمعنى المدير، لكن هو المدير الفني تحديدا. هيد كوتش طبعا المدرب او المدرب الاول، نحن نستخدم كلمة المدرب للعموم في الدول العربية اكثر ما نستخدم كلمة المدير الفني. يمكن المدير الفني شوية نستخدمها في السياقات الصحافية، السياق الصحفي دائما ما نرى في الصحف، سواء الصحف الإلكترونية أو حتى الصحف الورقية، أن يكتب مثلا المدير الفني للفريق الفلاني أو المدير الفني المنتخب الدولة الفلانية مثلا، وهكذا. بعد كده عندنا كلمة ريفري. ريفري هو حكم الساحة، هو الحكم الأساسي للمباراة، من يدير اللقاء، زي ما احنا نقول في المصطلحات الكروية اللغة العربية، يدير اللقاء حكم الساحة فلان. بعد كده المساعدين، طاقم الحكام المساعدين، الحكم المساعد، أي حكم مساعد سواء كان المساعد
اللي هو حكم الرايه، او حتى الحكم الرايه الاول او حكم الرايه الثاني او حتى الحكم الرابع المسؤول عن التغييرات، عن التشييك، عن اللاعبين، وعن في نفس الوقت عن اعلان الوقت الضائع، الوقت الاضافي في نهايه الشوط، نهايه كل شوط. كل هذا، كل هذول الثلاثه، سواء الحكم الرايه الاول او الرايه الثاني او الحكم الرابع، يسمى اي واحد منهم assistant referee، حكم مساعد. وبعد كده ممكن له اسم هو خاص بالوظيفه اللي هو line man، حكم الرايه. والحكم الرابع احيانا يقول عليه fourth referee، مصطلح صحيح، لكن زي ما قلنا هم كلهم حكام مساعدين. officials تطلق على اثنين: طقم الحكام المباراة بالكامل، وأحيانا تطلق على الطاقم الإداري في المباريات اللي يحضر المباريات، لكن هي أكثر بتستخدم على الأوفيشلز اللي هو طاقم الحكام وكل من ينظم هذه المباراة على أرض الملعب يطلق عليه أوفيشل. كاب كومبيتيشن، كاب كومبيتيشن، كومبيتيشن لحالها الكلمة معناها منافسة. كاب كأس، فهي بطولة كأس، وطبعا competition معناها منافسة أو مسابقة. وهنا نتكلم عن إن في كل الاتحادات العالم، في الفيفا أيضا، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على أساس النصوص المكتوبة الرسمية للوائح المسابقات، تستخدم كلمة competition بمعنى أنها المسابقة حينما تترجم للغة العربية في سياق الكروي. يعني مثلا مسابقة كأس العالم، مسابقة كأس آسيا، هنا يستخدم كلمة competition. Asia Cup competition مثلا هي مسابقة بطولة كأس آسيا، أو بطولة كأس آسيا هي كمسابقة. لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي تسمى competition committee. committee هي اللجنة، اي كوميتي معناها لجنه، سواء لجنه المسابقات، اللجنه القانونيه مثلا، ليجل كوميتي الى اخره. بينما كلمه كومبيتيشن تستخدم كمنافسه في سياقات اخرى. يعني مثلا لما اتكلم عن الجوانب التحفيزيه اللي هنتكلم عنها ان شاء الله فيما بعد، زي ما ذكرت في بدايه اللقاء، ممكن نستخدم كلمه كومبيتيشن للاعب لما نبغى نحفز اللاعب، نقول له لازم مثلا تكون أنت على قدر المنافسة، أو لازم تكون لاعب تنافسي. وفي الحالة هذه لازم نستخدم كلمة competition كتنافس أو تنافسية، اللي هي competitiveness، هذه التنافسية، أو competitive معناها تنافسي، ليوصف بها الشخص أو مثلا المباراة، لقاء أو مباراة أو بطولة تنافسية، يستخدم كلمة competitive مشتقة من competition بمعنى التنافس. friendly match مباراة ودية، وأيضا ممكن نقول friendly game، لأن game بالمناسبة دائما نتكلمنا عن كلمة game. كلمة game تستخدم كلعبة بشكل عام، حتى في كرة القدم لما نترجم المصطلحات اللي الرسمية في الواردة من الفيفا، الاتحاد الدولي لكرة القدم، أو الاتحاد الآسيوي اللي هو الاتحاد القاري المسؤول عن الاتحاد السعودي في هذه الحالة، وجميع الاتحادات تستخدم كلمة game باللغة الإنجليزية تترجم على اللغة العربية بمعنى لعبة. ومن ضمنها الكلمة الشهيرة اللي هي laws of the game، هتيجي فيما بعد هنشوفها، اللي هي قوانين لعبة كرة القدم. فهنا game في هذا السياق بمعنى لعبة، لكن game لو إذا استخدمت بمعنى مباراة تكون مثلا friendly game، أو لو نتكلم عن مباراة من مباريات الدوري ممكن نقول عليها league game أو league match، كلها صحيحة. ننتقل للشريحة التالية. كلمة نادي club، طبعا حاولت قدر الإمكان أجيب المكونات العامة لكرة القدم. يعني مثلا أنت تكون لابد طالما أنك تمارس كرة القدم هتعرف أن في نادي، في مشجعين، مثلا الملابس تكلمنا عنها، الأمور الخاصة بالمسابقات، الإنذارات، التحكيم، الأمور هذه حاولنا بشكل عام نجمع أكبر قدر من المصطلحات العامة في كرة القدم، حتى لو مش مرتبة بشكل منطقي، لكن
تغطي ان شاء الله جوانب كبيره جدا من الجوانب اللي ممكن المعلومات اللي ممكن يحتاجها اي احد عنده شغف ورغبه في تعلم المصطلحات اللغه الانجليزيه الخاصه بكره القدم. نادي قلنا كلاب، اف سي اختصار كلمه فوتبول كلاب، نادي كره قدم، ومعظم انديه العالم حاليا او كثير جدا يعني اكثر من 90% او اكثر تستخدم بعد كلمه النادي، بعد اسم النادي نفسه استخدم اف سي على اساس انه النادي كذا اسم النادي وبعدها فوتبول اف سي نادي الفلاني لكره القدم. فان المشجع، في كلمه سبيكتيتور او سبيكتيتورز للمشجعين، لكن كلمه فانز هي الاكثر شيوعا بما ان كلمه فان معناها الاصلي معناها محب او معجب بالشيء، لكن تستخدم صارت تستخدم لكره القدم من 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 كثر شعبيه كره القدم استخدم كلمه فان اكثر على اساس انهم هذول عشاق اللعبه، عشاق كره القدم، عشاق هذه الرياضه، وبالتالي فهم مشجعين لها. كلمه على طاري كلمه فان، في فان اي دي اللي هو فان ايدنتيفيكيشن، فان اي دي اللي هو بطاقه دخول المشجع اللي يكون بالعاده عليها صوره المشجع او على الاقل الاسم مثلا واي شيء يثبت الهويه، زي اللي كانت تصدر في البطولات الرسميه زي مثلا بطوله كاس العالم الماضيه 2018 في روسيا، كان الفان اي دي اللي هو بطاقه المشجع تصدر عن طريق الانترنت اونلاين، فهذا هو الفان اي دي. فاينل ويسل، فاينل ويسل حرف التي في كلمه ويسل سايلنت صامت لا ينطق، مش ويستل، فاينل ويسل الصافره النهائيه، صافره اعلان نهايه المباراه. بلاي اوفز، بلاي اوفز او بلاي اوف فقط كمباراه واحده، بلاي اوف معناها مباراه حاسمه او مباراه فاصله او مباراه تحديد مراكز او تاهل، كل هذا الكلمه واحده تحمل هذه المعاني جميعا. ولما نقول بلاي اوفز كسلسله مباريات تلعب كتصفيات، بس مش تصفيات للمنافسات الرسميه، تصفيات اللي هي مثلا تصفيات كاس اسيا، لا تصفيات كاس اسيا هذه لها اسم ثاني نسميها كواليفيكيشن اللي هي خاصه بالتاهل، او بريليمينري فيز اللي هي مرحله الادوار الاوليه او التاهيليه، المراحل النهائيه. فالتصفيات المباريات اللي تعتبر مباراه تصفيات او مباراه تحسم التاهل وتحديد المراكز نسميها بلاي اوف او بلاي اوفز اذا كانت اكثر من مباراه. الاشواط الرئيسيه فول تايم، عدد الاشواط طبعا اللي هو وقت المباراه 90 دقيقه بدون الوقت الاضافي، هذا اسمه فول تايم. بعد كده بيضاف extra time قلناها أو added time اللي تونا برضو ذكرناها قبل شوي، الدقائق البديلة للوقت الضائع والمضافة من الحكم في نهاية كل شوط. possession أو position، بس هي الأصح نطقا possession، هي الاستحواذ أو الاحتفاظ كما يسميه البعض في كرة القدم، والمصطلحين صحيحين، احتفاظ أو استحواذ بالكرة، لما اللي هي المدة أو الفترة الزمنية اللي يكون الفريق مستحوذ يعني معاه الكرة، هذه الفترة تسمى فترة الاستحواذ. ألتراس، ألتراس هو لقب يلقب به المشجعون المتعصبون لنادي معين، وتنطق ألتراس وأحيانا أولتراس في بعض اللغات الأوروبية اللي من أصل اللاتيني تحديدا. substitute player هذا اللاعب احتياطي. playmaker عفوا هي مكتوبة player maker، هذا خطأ في الكتابة، playmaker صانع لعب. formation هي التشكيلة، تشكيلة الفريق اليوم مثلا، التشكيل اللي هنلعب اللي هيلعب به المدرب الفلاني مثلا، هو هيلعب مثلا فلان في الدفاع، فلان في الهجوم، بدون يعني مثلا بدون اعطاء امثله على انديه معينه او لاعبين معينين، بس هذه تشكيله اللاعبين اللي بيحطها المدرب في اي مباراه تسمى فورميشن. او
تسمى كمان لاين اب. لاين اب هي اكثر التشكيل بمعنى اللاعبين، لكن فورميشن تصلح التشكيل بس مش باسماء اللاعبين او ال 11 لاعب انفسهم، لا فورميشن تعتبر هنا التشكيله بمعنى طريقه اللعب، بيلعب مثلا بخطه لعب او بطريقه لعب معينه، مثلا 4 4 2 او 4 2 3 1 مثلا الى اخره من الخطط او التشكيلات اللعب المعروفه خطط اللعب. فهنا 4 4 2 تعتبر بالانجلش فورميشن، يعني لما تقول 4 4 2 فورميشن معناها تشكيله 4 4 2. سكواد هو مجموع اللاعبين او مجموعه اللاعبين اللي بيمثلوا فريق معين. وش الفرق بين تيم وسكواد؟ تيم هو ممكن يكون الفريق ككل، يعني حتى بتطلق على الفريق بالمعنى الشامل. لما اتكلم عن فريق العمل هو تيم، لما اتكلم عن فريق في كره قدم هو معناه انه اللاعبين الاساسيين والاحتياط، بل ايضا الفريق بمعنى الشامل هو المدربين ومساعد المدربين والجهاز الفني بشكل عام والاداري والطبي والاجهزه المساعده، هذا كله تيم واحد فريق واحد. لكن سكواد هي مجموعه اللاعبين فقط سواء كانوا اساسيين او احتياط، فمجموع اللاعبين يسمى سكواد. كوتش مدرب، طبعا قلناها قبل شويه ان هيد كوتش هو المدرب الاول او المدرب المدير الفني، وكوتش ممكن يكون اي مدرب، اسيستنت كوتش مساعد المدرب، فيزيكال او فيتنس كوتش هو مدرب اللياقه البدنيه او المعد البدني، في بعض الدول تسميه المعد البدني وليس مدرب اللياقه البدنيه، على اساس انه يعد بدنيا ولا يدرب بمعنى التدريب اللي هو الكوتشنج او الجانب الخططي والفني. وطبعا التسميه فيها جانب من الصواب، ان احنا نقول اذا كان معد بدني او مدرب لياقه بدنيه كلها صحيحه. جول كيبر كوتش مدرب حراس المرمى، كابتن قائد الفريق، وطبعا بنستخدمها كلنا في العاميه كابتن، مهاجم اتاكر. وفي فرق بين كلمه مهاجم اتاكر اللي هو اي شخص في خط الهجوم، حتى لو انه لاعب وسط مثلا يمين او وسط يسار، جناح يمين او جناح يسار، او حتى الصانع بس له وظيفه هجوميه فهو يطلق عليه مهاجم اتاكر. لكن كلمه سترايكر لا تطلق الا على المهاجم الصريح او راس الحربه فقط. فول باك او باك هو الظهير، ويجي منها كلمه رايت باك ليفت باك، ظهير الايمن والظهير الايسر، وفول باك بشكل عام هو الظهير. مدافع ديفندر، هدف جول، فارق الاهداف او صافي عدد الاهداف جول ديفرنس، وهذا المصطلح يستخدم كثيرا في اللوائح الخاصه بالمسابقات الرسميه في الفيفا والاتحاد الاسيوي وغيرها من الاتحادات. اون جول، هدف في مرمى، لما اللاعب يسجل هدف في نفسه في مرمى بالخطا يسمى اون جول. ايكوالايزر، هدف التعادل، لانه بيعادل النتيجه ولذلك اسمه ايكوالايزر، وايكوال معناها معادل او يساوي. درو او تاي، الكلمتين بمعنى واحد، تعادل في النتيجه او في مباراه او في بطوله، سواء في النتيجه بشكل عام، يعني في مباراه او في بطوله. جول كيك وهي ركله المرمى او ضربه المرمى، بينالتي كيك ركله جزاء، فري كيك ركلة حرة اسمها برضو حرفيا، كورنر كيك ركلة زاوية أو ركلة ركنية، لأن كورنر معناها ركن، كورنر كلغة في العموم معناها ركن أو زاوية، فهي ركلة ركنية أو ركلة زاوية. ثروين الفعل معناها يرمي، ثرو بشكل عام، وثروين لما تيجي مع بعضها معناها رمية تمس، أوت احنا نقول عليها أوت. باس تمريره، الباص برضو في العاميه. هيدر كره راسيه برضو بتستخدم في العاميه، هيد نقول اضرب بالهيد بالراس. كروس تمريره عرضيه وايضا بتستخدم في العاميه، كروس او اوفر، احيانا نقول اوفر او كروس او رفع ارفع او كره عرضيه كلها تستخدم. باك هيل
معناها تمريرة بالكعب، اللي هي بتلعب بالكعب من ورا الجزء الخلفي من القدم، هذه باك هيل. ركلة أو تسديدة هوائية فولي، فولي هي أي كرة فوق مستوى الأرض، ارتفعت فوق مستوى الأرض بشيء بسيط تسمى فولي. مش معناها عشان لا يلتبس على المستمع ان فولي كرة طائرة زي ما قلنا في أول محاضرة، فولي بول معناها كرة طائرة، أجل فولي يعني معناها لازم تكون كرة عالية تماما، لا، الكرة العالية اسمها aerial ball. aerial ball معناها الكرة العالية، هذه الكرات العالية تماما اللي لابد لها من الجمب أو القفز على أساس تجيب الكرة بالرأس. لكن فولي أي كرة فوق مستوى الأرض، حتى إن لما اللاعب يشوط الكرة، حارس المرمى عفوا، لما يشوط الكرة بيده أو بيده والرجل مع بعض ممكن يقال عنها فولي، فكمصطلح في حراس المرمى. كليرنس معناها الابعاد او التشتيت، بعض الدول بتستخدم كلمه تخليص يخلص الكوره، لكن الاصح طبعا كمصطلح هو التشتيت او الابعاد، ابعاد الكره خارج بعيدا عن المرمى، سواء كان داخل ارض الملعب او خارج ارض الملعب. تمريره مفتاحيه هي ترجمه ممكن تكون حرفيه، لكن الكي باس هي تمريره ممكن نقول عليها تمريره كانت بمثابة كلمة السر، يعني هي التمريرة السحرية مثلا اللي نتج عنها هدف معين، لما ينتج عن هدف معين مثلا، والتمريرة الاسيست او صناعة الهدف اللي اللاعب اللي قبل الاخير اعطاها، مثلا اللاعب الصانع او اللاعب الجناح او حتى المحور اعطى المهاجم الكورة لعب له اياها، التمريرة هذه اعطاه باس، الباس هذا يعتبر باس سحري او مفتاح او كلمه سر اساسيه في احراز الهدف، ولذلك هذه التمريره، هذا الباص يسمى كي باس اللي نتج عنه الهدف. انترسبشن معناها اعتراض او قطع التمريره، واستخدم ايضا مع حراس المرمى لما نقول the goalkeeper intercepts the ball، يعني معناها ان الحارس اعترض الكره، يعني صد الكره. هجمه عكسيه او مرتده counter attack كاونتر طبعا معناها مضاد لحالها، واتاك هجمه، فلما تيجي مع بعض هجمه عكسيه او هجمه مرتده. الركله المقصيه او ضربه الدراجه هذا مصطلح يعني اظن نادر الاستخدام شويه، ما في كثير يستخدم ضربه الدراجه هذه الا يدرسوا التربيه البدنيه او علوم التدريب باللغه العربيه، لكن هي ببساطه زي اللي نقول عليها الدبل كيك، اللي يلعبها اللاعب ينزل على ظهره في الهواء يستلم الكرة وبرجول الثنتين يسوي حركة كأنها المقص، عشان كده سموها ركلة مقصية. المراوغة دريبلينج، وأحيانا تطلق على المشي بالكرة تسمى مراوغة. المشي بالكرة مثلا بين الأقماع هذا اسمه دريبلينج، ومراوغة برضو مراوغة بالكرة لو مع الكرة ويحاول يراوغ اللاعب أيضا تسمى دريبلينج. الساعة الرسمية للمباراة Official Game Clock، هذه الساعة اللي مع الحكم، بالرغم انها كلوك هنا معناها ساعة حائط مش ووتش اللي هي الساعة الصغيرة اللي في يد الحكم، لكن المصطلح اللي تعارف عليه في كرة القدم انه Official Game Clock معناها ساعة المباراة الرسمية اللي تكون مع الحكم، واللي على اساسها بيحسب الوقت الاصلي والوقت ايضا بدل الضائع او الوقت الاضافي. نير بوست معناها القائم الاول او القائم الاقرب، لان احنا لما نتكلم ونشرح مثلا المدرب بيشرح تكتيك اللاعبين على سبيل المثال في الضربات الثابته يقول هنلعبها الركنيه هذا على القائم الاول، او مثلا بيحلل الفريق المنافس بيحلل الخصم يقول ان الفريق اللي هنلعب ضده هذا بيلعب الركنيه او الفاول بيلعبها على القائم الاول. القائم الاول هو دائما القائم القريب، والقائم الثاني هو القائم البعيد. لوفت او لوب معناها ركله لوب، اللي هي احنا حتى بالعاميه برضو نقول عليها لوب ما فيها ترجمه، اللي هي الباص اللي بيلعب بالعاده بمشط القدم بسن القدم بالبوز مثلا او بجزء من وجه القدم الداخلي تحديدا، ممكن نلعبها في الفاولات عشان يسقط كوره من فوق الحيطه مثلا او يلعبها
يسقطها يعلقها او يسقطها يرفعها، كرة تطلع وتنزل، هذه اسمها لوب او لفت. حامل الراية وقلناها قبل كده لاينز مان، اللي هي جمع لاين مان اللي قلناها قبل شوي. لوز اوف ذا جيم وبرضه تكلمنا عنها، اللي هي قوانين اللعبه، لعبه كره القدم طبعا في هذه الحاله. جول لاين هو خط المرمى. كروس بار هي العارضه، طبعا العارضه اللي هي بشكل افقي، العمود اللي بشكل افقي. لو قلنا ان المرمى مكون من ثلاث قوائم، قائمين رأسيين، قائم أول قائم ثاني، هذا اسمه post، first post second post زي ما قلنا، أو near post و far post، القائم القريب والقائم البعيد. والقائم الثالث اللي هو اللي فوق اللي بالعرض اسمه cross bar. foul خطأ أو مخالفة. caution، وهذا المصطلح يستخدم أيضا في اللوائح الرسمية أكثر من yellow card. yellow card يستخدم ممكن في التعليق الرياضي باللغة الإنجليزية، أو حتى في السياقات التحكيمية، وممكن في السياقات التحليلية في التلفزيون مثلا تلاقيه يقول yellow card أكثر ما يستخدم كلمة caution. بس هي caution هي معناها إنذار. expulsion أو red card، red card بطاقة حمراء، من طبعا واضحة أنها ترجمة حرفية من اللغة الإنجليزية. expulsion هي الطرد. في كمان كلمة dismissal، هي مشتقة من فعل يطرد اللغة الإنجليزية اللي هو dismiss، فجاية منها كلمة dismissal، هذه معناها طرد أيضا، لكن تستخدم كلمة expulsion أكثر. flag هي أي علم أو أي راية، لكن هنا يقصد بها راية الحكم المساعد. وأيضا الراية الركنية، الراية اللي تكون مثبتة في الزاوية عند مكان اللي بتلعب منه الضربة الركنية، يسمى corner flag. corner flag. AFC هذا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اختصار Asia أو Asia Football Confederation، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم AFC. فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم، هو المصطلح أساسا الاختصار من اللغة الفرنسية Fédération Internationale de Football Association، اللي هي برضو معناها منظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم. Champions League كل يعرفها طبعا اللي متابع الكرة، حتى لو ما لعب كرة أكيد يعرفها، دوري أبطال أوروبا. وفي Champions League دوري الأبطال الخاص بآسيا، بقارة آسيا، اسمه ACL، اختصار Asia Champions League. أنا حطيت بس Asia بين قوسين، والCL خلاص من الكلمة اللي فوق معروف تلقائيا إنها Champions League. Premier League هو الدوري الإنجليزي الممتاز، هو الدوري الوحيد اللي يطلق عليه هذا الاسم في العالم. كل الدوريات تطلق عليها إما دوري المحترفين زي مثلا SPL الجهة الثانية في نفس الصفحة أو الكلمة، الدوري السعودي المحترفين Saudi Professional League. في دوريات تطلق عليها دوري الدرجة الأولى، مثلا دوري الدرجة الأولى الإسباني، دوري الدرجة الأولى الإيطالي. في دوريات زي إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا اختارت أسماء معينة مختلفة، يعني مثلا الدوري الإسباني معروف لا ليغا، وكلمة لا ليغا بالإسبانية معناها الدوري، ذا ليج حرفيا. كلمة ليغا، ليغا كالتشيو، ليغا كالتشيو معناها هذه الدوري الإيطالي، أو سيري آ كلها واحد، ليغا كالتشيو أو سيري آ. سيري آ هي بالضبط اللي تو أقول إنه دوري الدرجة الأولى، هي سيري معناها الدرجة أو سلسلة، بس هنا معناها درجة أكثر، فسيري آ معناها دوري الدرجة الأولى الإيطالي أو ليغا كالتشيو. الكلاسيكو كلنا نعرفها، كلمة كلاسيكو معناها مباراة تقليدية أو كلاسيكية أو مشهورة، وطبعا اشتهر أن أشهر كلاسيكو في العالم هو ريال مدريد وبرشلونة أو برشلونة، بما أننا ننطق اسم النادي بشكل صحيح بالإسبانية. ساف هو الاتحاد السعودي لكرة القدم، Saudi Arabian Football Federation. كاس محكمة التحكيم الرياضي التابعة للفيفا، اختصار كورت. كورت يعني أي محكمة في العالم يطلق عليها كورت. Court of Arbitration for Sport. كاس. Arabian Gulf Cup هو كأس الخليج العربي. Arab Championship كأس العرب للمنتخبات، عفوا، Arab Championship كأس العرب للأندية. Arab Nations Cup كأس العرب للمنتخبات.
وكان يطلق عليه كأس العرب أو كأس الأمم العربية، لكن الاسم المتداول أكثر اللي هو كأس العرب بشكل عام للمنتخبات. The Football Association, the FA زي ما قلنا في بداية اللقاء، الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بما أنه هو أقدم اتحاد في العالم. GCC اختصار Gulf Cooperation Council، مجلس التعاون الخليجي، هو طبعاً ممكن الكلمة ليس لها علاقة بالسياق الرياضي، لكن أنا جبت هذه الكلمة على أساس لو أي منافسات خاصة بالخليج زي مثلا Arabian Gulf Cup ممكن AGC، فيفهم منها أنها GC في الحالة هذه هي دول الخليج. GCC على بعضها هي مجلس التعاون الخليجي، والGC ممكن تكون Gulf Cup. بوندسليغا الدوري الألماني اسم مميز به زي لا ليغا وكالتشو والليغا كالتشو الايطالي زي ما قلنا. ادفانتج رول هذه لما الحكم يعطي قاعده اعطاء الفرصه مثلا ويستأنف اللعب ما يوقف اللعب مثلا او يعطي فاول رؤيه منه الحكم نفسه ان من الافضل انه يعطي ادفانتج يعني ميزه او استئناف للعب ولا يعطل اللعب على اساس يعطي ميزه للفريق انه يكمل الهجمه واللي ممكن في وجهه نظر الحكم طبعا انه ينتج عنها هدف او هجمه واعده زي ما يسموها في كره القدم. اسيست هي تمريره الهدف او صناعه الهدف، اللي طبعا المهاجمين في العالم اليوم بيتميزوا بالتسجيل الاهداف وصناعه الاهداف، يعني دائما حتى في الاحصاءات لما تسمع مهاجم هذا قبل تشتري لاعب مثلا انت في نادي ولا حتى تجيب احصائيات عن لاعب معين تقول كم المهاجم هذا كم هدف سجل وكم هدف صنع خلال الموسم الواحد. فصناعة الأهداف حاليا في كرة القدم تكاد لا تقل أهمية عن الأهداف. Attacking midfielder لاعب وسط أو محور وسط هجومي، خط وسط مهاجم أو خط وسط هجومي أو محور هجومي كلها صحيحة. Attacker هو المهاجم المستحوذ على الكرة، فلما نقول الكرة مع المهاجم Attacker، حتى لو ان نتكلم في سياق عام ونقول الكره مع اللاعب الخصم واللي معاه الكوره لانه قاعد يهاجم اتاكر، حتى لو مش لاعب مهاجم نفسه، لو حتى اللاعب المهاجم عفوا المدافع او المحور هو اللي معاه الكوره ومثلا بيهاجم في الشق الهجومي فهو في الحاله هذه اتاكر، هو معاه الكوره مستحوذ على الكوره وبيهاجم. اتاكن تيم الفريق المهاجم او الاكثر استحواذا للكره. باك تاكل انتزاع الكره من الخلف، تاكل بشكل عام اللي هي معناها الواحد يضرب لاعب من ورا خلف القدم في الجزء الخلفي، معناها هذا يسمونه تاكل، احنا احيانا نقول عليه كسر في العاميه. بول كارير حامل الكره، اللاعب حامل الكره، لو نقول مثلا لازم الضغط على حامل الكره بريس اون The ball carrier، هذا بالإنجليش ball carrier اللاعب حامل الكرة. خلف المدافع behind the defender، لو مثلا أبغى أقول إن اللاعب المهاجم لعب تمريرة خلف المدافعي الخصم، نقول مثلا he passed the ball behind the opponent's defenders أو the opponent defender، خلف مدافع الخصم أو خلف مدافعي الخصم لو وراء خط الدفاع بشكل عام. بايسكل كيك ركلة خلفية تكلمنا عنها قبل شوية اللي هي الدراجة أو المقص أو الدبل كيك. سنترال لاين خط نص الملعب. سنترال ديفندر لاعب قلب الدفاع ويسمى سنترال باك أو سنترال ديفندر كلها صحيحة. تمريرة من فوق الخصم اللي هي الشيب باس، انك تلعب الكوره بشكل سريع تلمس بس مثلا طرف مشط القدم او حتى وجه القدم الداخلي تلعبها من لمسه واحده، هذه تشيب باس. تشيب شوت هنا تصويبه مش تمريره، الاولى تمريره لكن الثانيه تصويبه او تسديده من فوق حارس المرمى. كات داون ذا انجل هذه خاصة بالمدافعين أو الحراس، إنه كيف يضيق الزاوية على، لو نتكلم عن المدافعين يضيق الزاوية على المهاجم أو اللاعب حامل الكرة تحديدا طبعا،
وبحيث يسكر عليه مثلا الزاويه اللي يحاول يراوغ ويتعدى منه، او للحارس المرمى كيف انه يغلق الزاويه او يضيق الزاويه على المهاجم. Cut off a pass، يقطع التمريره، يقطع كوره. Dangerous play، لعبه خطره، لعبه خطره مثلا قدام واحد بيشتت الكوره قدام المرمى مثلا وبيضرب الكوره بالراس وضربها في اتجاه المرمى، مرمى الفريق نفسه، فهذه كرة خطرة. أو لعب باص للحارس رجع له إياها الحارس بالرجل مش مثلا بالصدر أو بالرأس، على أساس الحارس يمسك بيده مباشرة، لا رجع له إياها بالرجل، في الحالة هذه يكون برضو باص خطير أو لعبة خطرة، dangerous play أو dangerous pass. defending team، الفريق اللي بيدافع. consolation match، مباراة طردية. consolation حرفيا معناها طردية، لكن هي تستخدم لما تكون في حسم أو تحديد لمركز ثالث مثلا، ما بين تحديد المراكز الثالث والرابع في تعادل يلعبوا مباراة طردية. corner flag تكلمنا عنها، الراية الركنية. creating space، هذه تفريغ أو مساحات أو خلق مساحة، نفضي المساحة بالعامية زي ما نقول، لما اللاعب يتحرك بدون كرة عشان يسحب معاه المدافع الخصم، هنا هو قاعد يخلق مساحة للاعب اللي الثاني اللي هيخترق، او للاعب اللي هو اللاعب اللي معاه الكوره، او حتى اللاعب اللي هيستلم الكوره من لاعب ثالث. فهنا اللاعب الاول هذا اللي بيتحرك بدون كوره ويسحب معاه مدافع، هنا اسمه الحركه اللي سواها هذا والتحرك الهدف منه خلق المساحه، creating space. cross او crossing pass، التمرير العرضيه وتكلمنا عنها برضو قبل شوي. forward line هو خط الهجوم بشكل عام. zone هو دفاع المنطقة، طبعا في دفاع مان تو مان، رجل لرجل، وفي دفاع منطقة. مان تو مان هو يكون دفاع الرجل لرجل، يكون كل لاعب مكلف بحراسة اللاعب اللي معاه أو اللي مكلف بحراسته من قبل مثلا المدرب أو المتفق عليه بين اللاعبين، ولا يخلي اللاعب أبدا في خلال اللعبة، يعني مثلا إذا كانت فاول أو أوت أو حتى ضربة ركنية. تمام؟ اما دفاع المنطقه بيكون بالعاده على خط واحد داخل منطقه الجزاء او على حافه منطقه الجزاء، وعشان كده اسمه دفاع منطقه، الالتزام بالمنطقه اكثر من الالتزام باللاعب، بمتابعه اللاعب نفسه او بالرقابه على اللاعب. وفي الدفاع المختلط اللي هو يسمونه الميكس ديفنس، بيجمع ما بين المان دفاع الرجل لرجل وزون اللي هو دفاع المنطقه. وورلد كاب بطوله كاس العالم. سبورتس مان شيب هي الأخلاق الرياضية. فينيو هي مكان إقامة المسابقة. طبعاً أنت ممكن تقول مثلاً إن البطولة هذه كانت تقام في مكان معين، تقول place. place اللي هي مكان باللغة الإنجليزية كلمة عامة، لكن فينيو هو المصطلح، معناه فينيو اللي هو مقر إقامة المسابقات أو المباريات تحديداً، ولذلك منها كلمة فينيو inspection اللي هو تفتيش أو فحص المنشآت الرياضية، venue inspection. unsportsmanlike conduct معناها سلوك غير رياضي، احنا قلنا فوق sportsmanship أخلاق رياضية، وتحت unsportsmanlike هذه عكس اللي فوق، انه خلق غير رياضي. conduct معناها سلوك أو تصرف. two-way midfielder هذا خط وسط، خط وسط محور وفي نفس الوقت يلعب صانع لعب، عشان كده يسمونها two-way، بيلعب متأخر، يلعب محور في منطقة المحور قدام الجوس أو قدام المدافعين، ويلعب في نفس الوقت قدام المحاور أو وراء المهاجم كصانع لعب. مان تو مان ديفنس قلنا دفاع الرجل لرجل شرحناها. وول باس تمرير خلف الحائط، حائط الصد، الحيطة. وين درو لوس ريكورد هذا سجل الفوز والتعادل والخسارة الموجود بالاتحادات أو بلجان المسابقات، شيء للتاريخ يعني بشكل عام. تاي بريكر حسم المباريات بركلات الترجيح، لان قلنا ان تاي بشكل عام، تاي ودرو معناها تعادل، فتاي بريكر معناها الشيء ان احنا نكسر التعادل او نحسم التعادل بركلات الترجيح. جاجلينج تنطيط الكره. هاف تايم استراحه بين الشوطين، وحتى في العاميه بنستخدمها هاف تيم، الى الان في ناس بتقول هاف تيم اللي هو الهاف تايم. اندايركت فري كيك ضربه حره غير مباشره. سويبر ممكن نقول على اللاعب اللي هو الجشاش او الليبرو احيانا، هدف ذهبي سادن ديث
sudden death مصطلح طبعا هو مش معناه الحرفي، معناه الحرفي يكون الموت المفاجئ، لكن هو الاثر اللي بيحدثه الهدف الذهبي انه هو خلاص بيقتل المباراه ويحسم النتيجه سموه sudden death. ثرو باس التمرير البينيه اللي تلعب ما بين اثنين من لاعب الخصم، سواء كانوا اثنين مدافعين او اثنين محاور مثلا، اي اثنين لاعبين جنب بعض تلعب بينهم باص يمر من بينهم، هذا اسمه الباص البيني او التمرير البينيه ثرو باس. سبستيتيوشن معناه تغيير او تبديل لاعب. ستوبر المدافع او المساك. Single elimination مسابقة بنظام خروج المغلوب. طبعا قلنا elimination هذه برضو تيجي بمعنى تصفية أو إزالة. Single elimination. Scoring opportunity هذه فرصة هدف أو فرصة تهديف. Save إنقاذ أو صد تجمع حراس المرمى أكثر. Round دور أو جولة في المسابقات. Professional foul هذا الفاول التكتيكي اللي هنقول عليه أو خطأ تكتيكي. بوست القائم تكلمنا عنه. بينالتي سبوت هذه نقطة البلانتي أو نقطة ركلة الجزاء. هات تريك ثلاثية اللاعب لما يسجل ثلاث أهداف في نفس المباراة هات تريك. حارس المرمى جول كيبر أو جولي. هنا عندنا نموذج للملعب وفي جميع المراكز أسماء المراكز باللغة الإنجليزية. goalkeeper من وراء لقدام طبعا، goalkeeper defender midfielder attacker. طبعا شايفين ان كل المهاجمين هنا attacker فقط، راس الحربة هو striker. التربية البدنية هي physical education. physical education overtraining التدريب الزائد، هنا احنا دخلنا في المصطلحات التدريبية البدنية والفنية وهو الشق الثاني من محاور لقائنا اليوم بإذن الله. نبدأ بالمصطلحات البدنية أولاً. Physical Education التدريب البدنية. Overtraining التدريب الزائد. Aerobic Training التدريب الهوائي أو الحركي. Anaerobic التدريب اللا هوائي. التعب Fatigue. وفي فرق ما بين كلمة تعب وإجهاد. Exhaustion معناها إجهاد وFatigue تعب. Fatigue تستخدم أكثر تعب بمعنى تعب العضلات من التمرين، ولذلك كلمة فتيج تستخدم بشكل إيجابي اللي هو ممكن نقول عليه التعب المحمود أو المطلوب، لما يكون المدرب اللياقة البدنية عنده هدف لمخزون اللياقة اللي احنا نسميه بلغة الكورة المخزون اللياقي، التراكم المخزون اللياقي على مدار مثلا اعداد الموسم، على اساس انك بعدها تبدا موسم كامل ومنافسات شديده ولعب على مستوى عالي واحتكاك قوي وكده، فلازم تشتغل على تراكم ما يسمى بتراكم التعب او اللي هو الفاتيج اكيوميليشن اللي هو المخزون اللياقي اللي ينتج عنه المخزون اللياقي فيما بعد. ريكفري استعاده او استرجاع او استشفاء. استمرارية الأداء performance duration. training state هي الحالة التدريبية، الحالة التدريبية اللي عليها اللاعب. supplementary activities الأنشطة الإضافية. averages average معناها معدل، averages معدلات. maintenance fitness أو fitness maintenance معناها المحافظة على اللياقة، الإبقاء على الحالة اللياقية. baseline هو الأساس أو القاعدة، لو مثلا تقول في لاعب معين أنا أبي أن يكون هذا الأساس اللي بعدين نبني عليه كل التمارين، ممكن تستخدم كلمة baseline. training volume هو حجم التمرين، ويشار لكلمة volume حجم معناها بالعادة اصطلح على أنها كلمة تخص الوقت، توقيت وقت التمرين، مدة التمرين. أما الشدة، شدة التمرين فهي معناها الشدة أو كثافة التمرين، بمعنى هل التمرين شديد. مثلا لو قلنا ان في الالعاب الصغيره هذه سمول سايد جيمز او التقسيمات الصغيره زي ما يسموها، لو في لعبت مثلا 4 ضد 4 او 5 ضد 5 على مساحه صغيره في وقت قصير، هنا حجم التمرين قليل لان مده التمرين قصيره، لكن الشده عاليه لان اللاعب في مساحه قصيره بيجري كثير
عشان يغطي مساحة بالكامل سواء بيهاجم أو بيدافع. وكل ما صغرت المساحة كل ما كان التمرين ممكن نستعين فيه في الشدة العالية في المساحات الصغيرة أو الشدة المتوسطة. طبعا في شدة متوسطة وفي شدة منخفضة وفي شدة عالية اللي هي low intensity و medium intensity شدة متوسطة و high intensity اللي هي الشدة العالية. خطة التدريب السنوية annual plan أو annual training plan. intensive معناها مكثف أو شديد. shirt أو jersey معناها قميص اللاعب أو الفانيلا. season الموسم الرياضي. periodization مصطلح خاص بالتربية البدنية ويعرفوه أكثر اللي درسوا التربية البدنية اللي هو تقسيم الموسم إلى فترات وعلى أساسه يقسم البرامج البدني والأحمال البدنية وأنواع التمرين وكل شيء والبرامج الاستشفاء أو الاسترجاع وكل شيء. preparing period هي فترة الإعداد. competition period هي فترة المنافسة أو المسابقة خلال البطولة. pre-competition period اللي هي فترة ما قبل المنافسة وممكن نقول إنها نفس الكلمة pre-season برضو تستخدم في يعني هي مرادف لكلمة pre-competition pre-season ما قبل الموسم أو ما قبل البطولة الرسمية أو المنافسة أو المسابقة. transition period هي فترة انتقالية بين فترتين مثلا فترة شتوية مثلا ممكن تكون فترة انتقالية يعني فترة توقف فتكون فترة انتقالية بين الجزء الأول من الموسم والجزء الثاني. mid of the season هذا منتصف الموسم. top form معناها ان اللاعب في الفورما زي ما احنا نقول بالعامية لكن هي معناها انه في قمة مستواه او على اتم الاستعداد. care معناها عناية. small sided games اللي تو قبل شوية تكلمنا فيها التقسيمات الصغيرة ممكن تكون حتى 1-1 2-2 3-3 او زيادة عددية مثلا 5-4 7-6 لو في التمرين بيخدم هدف معين دفاعي او هجومي كلها تسمى small sided games. physical preparation هو الاعداد البدني. agility الرشاقة. flexibility المرونة. coordination التوافق. احيانا بيسمى التآزر لكن بيستخدم كلمة التوافق اكثر في المصطلحات الرياضية. balance هو التوازن. variety التنوع. volume of load او size هذا حجم الحمل التدريبي يعني ممكن نقول size of load او volume of load حجم الحمل التدريبي. training program هذا برنامج تدريبي. maximum load هذا اقصى حمل للاعب انه يتحمله او انه يفرض عليه مدرب اللياقه. sub maximum load الحمل الاقصى من اقصى شيء يتحمله اللاعب. medium load حمل متوسط. minimum load الحمل الادنى او حمل بسيط. adaptation التكيف ويقصد بها في الرياضه تكيف لاي ظروف. تكيف مثلا من اكثر استخدامات هذا المصطلح في الكوره لما تلعب مباراه في مكان مرتفع عن سطح البحر وانت بالعاده المكان اللي انت جاي منه منخفض بالنسبه لمستوى سطح البحر يبي لك كم يوم عشان تتكيف على الظروف المناخيه. برضو ما يسمى بالجيت لاك اللي هو تغير الساعه البيولوجيه او اللي هو فرق التوقيت بين الدول عشان تقدر تتكيف مع فرق التوقيت. لو انت مثلا في السعوديه ورايح تلعب في اليابان فرق التوقيت ممكن يكون 5 ساعات او 6 ساعات على حسب توقيت الصيفي او الشتوي. فالمفضل انك تروح مثلا قبلها باسبوع ب10 ايام على اساس عمليه التكيف. هذا يسمى adaptation. principles of the training مبادئ التدريب او الحصه التدريبيه. readiness الاستعداد او الجاهزيه. individualization الفرديه وتستخدم هذه كثير مع خطط اللياقه البدنيه اللي هو العمل الفردي لما المدرب اللياقه يسوي مثلا عمل خطط عمل فرديه او حتى اخصائي التغذيه ويوزعها على اللاعبين. فهذه الكلمه مهمه جدا. individual معناها فردي. individualization مبدا الفرديه. overload حمل زائد. progression التدرج او التطور كمان ممكن تستخدم. specialize التخصص. long term training التدريب طويل المدى على فترات طويله مثلا على موسم كامل يعتبر هذا ممكن نسميه long term training. interval training تدريب فتري جاي من كلمه فتره. interval معناها فاصل او فتره. هو التدريب هذا يتسم بانه يكون تدريب عالي الشده intensive
وبعد كده تنزل بالشده شويه، وبعد كده تطلع مره ثانيه بالشده، فيسمى interval training، وهذا من افضل انواع التدريب البدني في اللياقه البدنيه. warm up cool down. warm up هو الاحماء ويكون في البدايه دائما، warm up عكس cool down، هو مش عكس بالمعنى لكنه عكس في المرحله في التدريب او في الحصه التدريبيه الواحده. ممكن يكون في الوارم اب في البدايه الاحماء اللي هو تجهيز العضلات تسخين او احماء، ثم في النهايه كول داون اللي هو التهدئه، وبرده بتكون بسرعه بطيئه مش بنفس سرعه التمرين نفسه، على اساس ترجع العضلات لحاله الاسترجاع او الاستشفاء التام. كونتينوس تريننج التدريب المستمر، ميثودز اوف تريننج او ذا تريننج طرق التدريب او الطرق التدريبيه، سيركوت تريننج هذا مصطلح معناه التدريب الدائري. التدريب الدائري بمعنى هو تدريب على شكل، لو قلنا ان التدريب محطات مثلا زي ما في الكوره نقول محطه مثلا الاقماع، بعد الحواجز، بعدها العصي مثلا اللي هنمر بين العصي زجزاج الى اخره، هذه كل مجموعه علامات بنسميها محطه. لو قلنا ان في التمرين الدائري بتكون المحطات على شكل دائره، وبحيث ان الرياضي لما بيبدا التمرين الاول ثم الثاني الثالث الرابع الخامس السادس على حسب كم تمرين، ويخلص ويبدا مره ثانيه من التمرين الاول، من هنا جاءت تسمية circuit training أو التمرين الدائري. training dose معناها الجرعة التدريبية، training unit وحدة تدريبية، والtraining unit وحدة تدريبية ممكن تستخدم للتمارين البدنية أكثر، لكن training session تستخدم للحصة التدريبية بشكل عام وأكثر بشكل الفني، المصطلح الفني. يعني مثلا التمرين العادي، تمرين اليوم مثلا من الساعة 4 ل 6 مساء، الوقت التمرين هذا او الحصة التدريبية هذه اسمها training session. sporting posture هو القوام الرياضي، الانسان لما يكون قوامه متناسق وبيلعب رياضة بغض النظر عن هو رياضي محترف يمارس رياضة ما او لا، هذا شكله يسمى sporting posture، القوام الرياضي. physical fitness اللياقة البدنية، قلنا قبل كده fitness او physical fitness. muscular strength معناها القوة العضلية، muscular power القدرة العضلية، strength هي قوة بشكل عام بمعناها العام، endurance هي قوة التحمل، التحمل وهو نوع من أنواع القوة، وطبعا اللي دارسين اللياقة البدنية يعرفوا، أنا مش متخصص رياضة بدنية لكن المصطلحات هذه يعني أنا حاولت أنقلها بقدر الإمكان من خبرتي في العمل مع مدرب اللياقة البدنية خلال الفترة العشر سنوات الماضية. strength قوة، endurance تحمل، physical qualities هي الصفات الجسدية الطبيعية، يعني مثلا لو قلنا ان اللاعب هذا اللاعب الفلاني عنده صفات جسدية، او العرق الفلاني مثلا الدولة الفلانية او الجنس الفلاني، هذول معروفين بالقوة البدنية او صفات بدنية او جسدية محددة تميزهم عن غيرهم من البشر. في الحالة هذه نستخدم كلمة physical qualities. stamina معناها القدرة على التحمل. speed السرعة، recovery الاستشفاء أو الاسترجاع مرت علينا قبل كده. عفوا speed endurance هي تحمل السرعة. cardiovascular الكلمة بشكل عام معناها أي شيء مختص بالقلب والأوعية الدموية، هي cardio vascular. vessels معناها او vessels معناها الاوعيه الدمويه، وكارديو معناها القلب، كارديو معناها قلبي، عفوا النسب لان هارت هي قلب لكن كارديو معناها قلبي. قلبي جايه من كلمه كارديو باللاتيني مش باللغه الانجليزيه، كلمه كارديو هذه اللي تنسب للقلب، فاي شيء يخص عضله القلب يسمى كارديو. كارديو vascular هو التحمل الدوري التنفسي، مصطلح خاص بفسيولوجيا الرياضة أو فسيولوجيا الجهد البدني أو علم وظائف الأعضاء المختص بالجهد البدني. وطبعا تدرس برضه هذه المصطلحات في اللياقة التربية البدنية. سبرنت السرعة الانتقالية، نقول حتى بالعامية نقول فوك سبرنت اللي هي سبرنت التساوى أو السرعة ممكن السرعة القصوى أو السرعة الانتقالية أكثر نسميها. كويكنس سرعة الحركة، سرعة الانتقال الحركي، السرعة العادية. سرعة الاستجابة أو سرعة رد الفعل اسمها reaction speed أو speed of reaction. reaction time زمن رد الفعل، الزمن اللي بياخد فيه رد الفعل
معين اللاعب، وهذا مهم جدا في القياسات البدنيه اللي بيسموها اللي بيسموها مدرب اللياقه البدنيه، بتفيدهم في اشياء معينه. هذا طبعا اشياء قلنا خاصه دقيقه وخاصه بعملهم. mental preparation هو الاعداد الذهني، وهذه مهمه جدا، الجوانب النفسيه والذهنيه. physiology هي الفسيولوجيا، physiology او physiology هي علم وظائف الاعضاء. exercise physiology هي فسيولوجيا الجهد البدني، هو قسم او فرع من فروع علم وظائف الاعضاء، ويعتبر هو اكثر الفروع او الاقسام في علم الفسيولوجيا احتكاكا بالرياضه، او تحديدا كره القدم بشكل عام، كل الرياضات، لكن هي بتدرس الجهد البدني اكثر من منظور وظائف الاعضاء واجهزه الجسم المختلفه. accuracy معناها الدقه، ومنها accurate معناها دقيق. practice يمارس او ممارسه اسم وفعل. principles principle معناها اساس، وجمعها principles اسس. احساس sensation الوعي awareness. nutrition التغذيه. culture ثقافه. sportsman شخص رياضي بشكل عام يمارس الرياضه حتى لو مش بشكل احترافي. أثليت هو اللاعب الرياضي، وأكثر بتطلق على لاعب ألعاب القوى أثليت، لكن أثليت بشكل عام هو اللاعب الرياضي. ممكن أي رياضة، هو الشخص الرياضي الممارس للرياضة المحترف الرياضة يسمى أثليت. الأسلوب الرياضي سبورتينج ستايل، مثلا نقول أسلوب الحياة الرياضي، أسلوب المعيشة الرياضي، في هذه الحالة نقول سبورتينج ستايل. sporty او sporting معناها رياضي. competitive معناها تنافسي. personal trainer personal trainer معناها المدرب الخاص. competition منافسة او مسابقة قلناها قبل كده. physically fit معناها لائق من الناحية البدنية. الارتفاع عن مستوى سطح الارض او سطح البحر elevation. private خاص بالشخص نفسه، شيء خاص، يعني مثلا لو هذا التمرين خاص بلاعب معين هنا يسمى خاص private. individual فردي او private لانه خاص بالشخص. تدريجيا gradually. تمام. fitness loss فقد اللياقه. mood معناها نظام او نمط او طراز. teammate زميلك بالفريق، teammate او partner معناها زميل او شريك، شريك اكثر في قطاع مثلا الاعمال او التجاره. التقييم الذاتي لما الانسان يقيم نفسه self evaluation او self evaluate. reduction معناها انخفاض، عفوا، الجهد البدني stress test، هذا اختبار الجهد البدني مش الجهد البدني نفسه. اوكي، ستريس نفسه ممكن يطلق على الجهد البدني، وستريس تيست اللي هو اختبار الجهد البدني. هيلث اديوكيشن التربيه الصحيه. دوبينج كنترول ضغط المنشطات. ايفورت معناها جهد. افيشنت كفء. خبير اكسبرت. كده تكون انتهت الكلمات البدنية. ننتقل إلى الكلمات الخاصة، المصطلحات الخاصة بالأمور الفنية، وتنقسم لقسمين، فنية تكنيك، والتكنيك والتكتيك. طبعا الفرق بينهم، التكنيك ببساطة ممكن في كلمة الإمكانيات الأساسية أو مهارات او اضافيه. التكتيك هو لتحرك اللاعب سواء في الدفاع او في الهجوم، التغطيه، في الاختراق، في كل هذه الامور، هذا اسمه التكتيك. لكن تكنيك هذا خاص باللاعب نفسه. وبرضه على سبيل المثال عشان نفرق بينهم، ممكن تقول تكنيك، ما نقدر نقول ان مثلا التكنيك الخاص بالفريق، التكنيك يكون خاص باللاعب فقط. لكن تكتيك ممكن تقول التيم تاكتكس، هناخدها فيما بعد برضه، هتجينا في الشرائح القادمه.
التكتيك اللي هو تكتيك الفريق او التكتيك الجماعي. اول الكنترول او التحكم بوجه القدم الداخلي. عفوا الصوت قطع اعتقد. التحكم بالركبه، في بالركبه مثلا نقول ني كنترول، وفي بالفخذ نقول تاي كنترول. كنترولينج الاستلام الكرة كنترول، تنطيط الكرة جبناها قبل كده، هيدرز رانينج وذ ذا بول الركض بالكرة، دريبلينج المراوغة الدقيقة اللي هي زي ما قلنا بين العلامات تمشي بالكرة، المراوغة بخارج القدم وهي القدم الخارجي او من بره على جوه اسمها اكستيرير دريبلينج. Initial positioning وضعية التمركز الأساسية لحارس المرمى، يعني مثلا لما يكون حارس المرمى بيدرب مدرب الحراس بيدرب الحارس يقول له وضعية البداية أو الاستعداد، مثلا بينالتي أو ضربة جزاء أو فاول معين أو كرة عرضية، كيف يكون؟ في هذه أمور طبعا برضه تخصصية بالنسبة لحراس المرمى، لكن أنا بحاول أوضح بشكل عام الرئيسي او الصحيح. ان ستيب كيك، لان ان ستيب هو مشط القدم. شوتينج التصويب او فينت بشكل عام، فينت معناها التمويه المقترن بالتصويب. يعني مثلا انا اموه اللاعب بالكره طبعا على اساس اشوط، فهنا شوتينج فينت اموه على اساس اقدر اسدد بعدها. تمتنج فينت بدون كوره، لان بالعاده انا لما اسحب الخصم ممكن اسحبه علي بدون كوره او بالكوره على حسب، لكن هنا يقصد بها تمتنج فينت اللي هي التمويه، اسوي فينت. انا لو الكوره هستلم الكوره مثلا، لو انا بلعب ظهير او جناح باخد خطوتين قدام وبعد كده ارجع استلم الباص من ورا من الظهير او من المحور على حسب الخطوتين هذه، او الخطوه والخطوتين اللي اروحها على يميني او لقدام كاني رايح في اهاجم وارجع مره ثانيه، هذا يسميه الفينت اللي هو التمويه على اساس اسحب معي لاعب من لاعب الخصم، ومش بالضروره طبعا ان الكره تجيني او تلعب لي انا، ممكن الكره تروح للاعب ثاني وكده انا نجحت في اجتذاب الخصم لاعب الخصم. فولي اي كره عاليه فوق مستوى الارض تكلمنا عنها. ديفنسيف تكنيكس المهارات الدفاعيه. انتيرير باس التمرير البينيه وتكلمنا عنها. الحين نتكلم عن المصطلحات التكتيكيه. اتاك هجوم، ديفنس دفاع، اوفنسيف ترانزيشن التحول الهجومي
defensive transition التحول او الارتداد الدفاعي. build up بناء الهجمه من الخلف عن طريق مثلا حارس المرمى او عن طريق المدافعين الى اخره خط الدفاع. formation التشكيل وقلناها وقلنا الفرق بينها وبين كلمه line up. team tactics تكتيك الفريق تكلمنا عنه قبل شويه، تكتيك الفريق الجماعي ككل او مثلا وجهه رؤيه المدرب الفنيه في للفريق كيف الفريق يلعب، هذا اسمه تكتيك الفريق. drop back اللاعب لما يرجع او يسقط، انا كاتبها برضو انها اساس بالعاميه احنا نقول يسقط اللاعب ورا اسمها drop back. اللاعب بمحوري ارتكاز لما نلعب باثنين محاور دفاعيين ارتكاز هنا اسمهم double pivot formation. formation هو التشكيل طبعا او طريقه اللعب، double pivot اللي هي محورين دفاعيين الاثنين ارتكاز، مش واحد هجومي واحد دفاعي او واحد ارتكاز واحد هجومي كالمعتاد او في حالات كثيره. numerical superiority هذا مصطلح مهم جدا في التكتيك، زياده العدديه في تحركات معينه مثلا في الملعب، اثنين على واحد على الطرف على اساس يكون في زياده عدديه، الوصول للمرمى الخصم باكثر من لاعب في الهجوم على اساس يكون برضو لخلق زياده عدديه في مواجهه دفاع الخصم اللي بيكون في الحاله هذه لو الهجوم سريع الخصم يكون مرتبك وما يمدي ينظم دفاعاته. كل هذه تصب في كلمه numerical superiority اي الزياده العدديه او التفوق العددي. feint قلنا التمويه تحرك بدون كره تمويه الخصم. create space خلق المساحات من خلال التحرك بدون كره. rest defense المصطلح هذا مهم جدا وكان يستخدم كثير جدا في المدرب الهولندي، كان من اكثر الناس اللي سمعته يستخدمه بيرت فان مارفيك مدرب منتخب السعودي السابق، كان يقول ياكد كثير على اللاعبين لا تنسوا حتى واحنا معنا الكره قدام وبنهاجم اللي ورا يكونوا صاحيين المدافعين للتغطيه الخلفيه. التغطيه الخلفيه هنا في هذه الحاله لو احنا بنهاجم والكره معنا في الشق الهجومي وورا يكون في تغطيه خلفيه المدافعين، يعني خصوصا لو الخصم اللي احنا بنلعب ضده مثلا مخلي لاعب او لاعبين على اساس يلعب عليهم هجمه مرتده، احنا دائما بنزيد عليهم بلاعب زياده. يعني مثلا لو في اثنين او واحد كان نصير احنا اثنين، لو في اثنين نصير احنا ثلاثه وهكذا على حسب اللعبه وحسب الهجمه طبعا. لكن هو ريست ديفنس هذا هو المصطلح بشكل عام، التغطيه الخلفيه للفريق في حاله الاستحواذ على الكره والهجوم نكون مغطيين دفاعاتنا في الخلف. الاختراق infiltration طبعا في اختراق من العمق واختراق من على الاطراف، هذه تعتبر انواع الاختراق بشكل عام. break the defense اللي هو كسر الدفاع حرفيا اللي هو اختراق الدفاع ايضا. overlap هذا المصطلح معناه ان لما الظهير مثلا لو الجناح اليمين جاء على الداخل ضم على الداخل وراح من وراء الظهير اليمين، تحرك الظهير اليمين من وراء الجناح يسمى overlap، يروح من وراء على اساس يروح يستلم من وراء او يشارك في الهجمه حتى لو ما استلم من وراء وراح يصير زياده عدديه ويعطي اوبشن او خيار للهجوم من الجهه اليمين الجهه اللي هو قاعد يلعب فيها. ماركينج هي الرقابه الدفاعيه، هي جايه من كلمه مارك يعني ان هو يمسك اللاعب هذا او يلازم اللاعب، فهي جايه كلمه ماركينج معناها الرقابه بشكل عام هي الرقابه الدفاعيه. وفي كلمه تايت ماركينج معناها الرقابه اللصيقه او الرقابه اللي هي المحكمه او المشدده، لما يكون اللاعب لما يقول بالعاميه احنا نقول خليك لاصق للاعب لا تخليه، فهنا تصير تايت ماركينج او الرقابه اللصيقه. سترايكر راس الحربه مهاجم صريح. فولس ناين هذا مهاجم وهمي، وهذا وظيفته بس انه يتحرك على اساس يجذب اللاعب من لاعبي الخصم، وممكن المهاجم الوهمي ما يكون لاعب هجوم اساسا، ممكن يكون لاعب وسط محور او مثلا لاعب جناح ومش شرط يكون مهاجم صريح، عشان كده اسمه فولس ناين. ناين لان مركز المهاجم في الملعب هو رقم 9 رقم المركز. تمام. الكره الهجوميه اتاكينج فوتبول. سويتش بلاي تغيير اتجاه اللعب. بريشر هو الضغط، الضغط طبعا في الضغط العالي هاي بريشر وفي ميديوم بريشر ضغط متوسط او لو بريشر اللي هو الضغط المنخفض اللي هو كنا بنلعب في نص ملعبنا تقريبا، يعني تقريبا بدون اي ضغط يذكر. switching positions هي تبديل المراكز في الملعب، احيانا المدرب يعطي تعليمات وهو على الخط مثلا يقول اللاعب غير مثلا الجناح اليمين روح يلعب في اليسار وخلي الجناح اليسار يجي مكانك او المحاور او كده مثلا، او في لاعب مثلا تعبان شويه فيقول
خليه يرجع مثلا ينزل محور وانت تطلع مكانه وصانع لعب وهكذا على حسب. فكل هذه التبديلات اللي بين اللاعبين وبعضهم في الملعب المراكز اسمها switching positions. سلايدنج الانزلاق او الانبراش بالعاميه. زون ديفنس دفاع المنطقه وكلمنا عنه. بوكس تو بوكس ميد فيلدر. اللاعب هذا الوظيفه هذه او الشكل هذا من المحور مش قديم في كره القدم، يعتبر مستحدث من الثمانينات او التسعينات اعتقد. وهو لاعب محور يؤدي ادوار هجوميه، بيتحرك بين الصندوق بين خط ال 18 اللي هو عند مرماه وخط ال 18 حق الخصم، ولذلك رايح جاي رايح جاي. فطبعا هي ما لها ترجمه باللغه العربيه، لكن لو بالاجتهاد يعني لو مسموح ان احنا نعرب الكلمه هذه انا ممكن اقول عليه الكداد باللهجه السعوديه الدارجه، لانه هو بيكد بيروح على طول رايح جاي من الصندوق للصندوق. فما شاء الله مجهود عالي. كده انهينا الجزء الخاص بالمصطلحات الخاصه بالتكتيك. كده تكلمنا عن المحور الاول، المصطلحات خاصه مصطلحات عامه عفوا في سباقات الملاعب في كره القدم، عفوا مصطلحات عامه في كره القدم كان المحور الاول. المحور الثاني كان المصطلحات البدنيه والفنيه. الفنيه البدنيه طبعا خلاص شرحناها، والفنيه انقسمت لتكنيك وتكتيك وشرحناها بالفعل. الحين نتكلم عن المصطلحات الخاصه باصابات الملاعب. اول شيء نتكلم عن الكلمات المستخدمه يستخدم كثيرا في الايام التعامل اليومي في كره القدم. مثلا لاعب بيتكلم مع المدرب، اللاعب بيتكلم مع الطبيب، الطبيب بيتكلم مع المدرب او مع اللاعب او مع الجهاز الاداري. فالكلمات هذه لازم نكون على علم بها. كلمه اصابه هي injury، العضله اسمها muscle، السي سايلنت muscle مش muscle لا muscle، مفصل joint، رباط ligament، وتر تندون تندن او تندون، غضروف منسكس منسكس، عظام بونز عظام، بون عظمه بونز عظام، رقبه نيك هيد راس، كتف شولدر، المرفق او الكوع البو البو، ورك اللي هو اعلى الفخذ هيب، ركبه ني الكي سايلنت ني، انكل هو مفصل الكاحل، توز أصابع القدم لأن طبعاً أصابع اليد fingers أصابع القدم toes، quadriceps اللي هي العضلة الأمامية الرباعية وهي اسمها الرباعية من اسمها حرفياً quadri باللغة اللاتينية تعني رباعي، quadriceps العضلة الأمامية الرباعية وعضلة الفخذ الرباعية، hamstring العضلة الخلفية، calf muscle اللي هي عضلة السمانة أو البطة زي ما نقول عليها في السعودية، sprain معناها التواء، stretch تمدد، tear هو قطع ممكن يكون قطع جزئي أو كلي، tear عادة ممكن يكون قطع جزئي، rupture هو أكيد قطع كلي، strain ممكن يكون تمزق، تورم انتفاخ مثلا الركبة أو المفصل لما يورم اسمه swelling، التهاب inflammation طبعا التهاب مش بالضروره يكون مرئي مش زي التورم، الالتهاب ممكن يكون في العصب في الاوتار الداخليه شيء يعرف بس بالفحص مش بمجرد العين زي التورم، acute معناها حاد، chronic acute اصابه حاده، acute اصابه حاده مثلا على درجه الاصابه اوكي او الم حاد ممكن نقول عليه acute pain، مزمن chronic يعني اصابه صار لها فتره كبيره مثلا تيجي وتروح ترجع نفس الاصابه نفس اللاعب، confusion معناها كدمه، muscle cramp هو الشد العضلي من اكثر الكلمات المستخدمه حتى بنستخدمها بالعاميه cramp نقول جا cramp لما نقول جا شد. نتكلم الان عن بعض الاصابات الشائعه في كره القدم طبعا بشكل عام ودون الدخول في تفاصيل، اول شيء لاني مش مختص زي ما ذكرت، والشيء الثاني لان هذا اللقاء او هذه الدردشه زي ما انا ممكن اسميها
بالأساس هي تبادل المعلومات وخبرات مش أكثر، ومش للتحدث عن التخصصات. كرة القدم، كرة القدم فيها كثير من التخصصات، يعني داخل فيها علوم كثير، داخل فيها علوم الطبية، داخل فيها العلوم الإدارية، العلوم الفنية اللي هي علوم التدريب، حتى العلوم البدنية الفسيولوجيا والعلوم التربية البدنية وغيره وغيره، يعني في علوم كثير متداخلة، علوم التغذية على سبيل المثال إلى آخره. فنعطي بعض الأمثلة على بعض الإصابات الشائعة في كرة القدم من حيث الاسم، ونبذة بسيطة عن طبيعة الإصابة. إصابة عضلة الفخذ الأمامية العليا أو الورك، هذه اسمها باللغة الإنجليزية هيب، هيب معناها ورك، هيب ورك. فليكسر معناها ثاني، الشيء اللي بيثني شيء اسمه فليكش، ثاني اللي هو السكند، لا فليكسر هنا معناها يثني. سترين معناها الحرفي ممكن تكون تمزق، بس احنا نقول عليها اصابه لان ممكن الاصابه اللي في العضلات الورك هذه ممكن ما تكون تمزق، ممكن تكون التهاب، وممكن تكون تمزق او تمدد على حسب نوع الاصابه. فعضلات الفخذ هي عضلات تقع على الجانب الامامي العلوي من الفخذ زي ما احنا شايفين في الشرح قدامنا. الوظائف الرئيسيه، اهم وظيفه لهذه العضله هي في ثني الركبه، لما تثني الركبه وترفعها فوق كده، تضمها مثلا على صدرك او ترفع الركبه باتجاه الجذع لفوق. هذه الوظيفه الاساسيه لمجموعه العضلات اللي اسمها هيب فليكسر، مجموعه عضلات اعلى الفخذ او الورك. وايضا هي المسؤوله عن انك تضم رجولك وتفتحها، ضم والفتح. المجموعه الاصابات اللي بتيجي في هذه المجموعه العضليه، هذه العضله او هذه المجموعه العضليه، بتظهر دائما خلال الركض السريع مع تغيير الاتجاهات بشكل سريع او بشكل مفاجئ، او التوقف وبدء الجري مره ثانيه بشكل مفاجئ. هذا بالنسبه للاصابه الاولى، هيب فليكسر سترين. الاصابه الثانيه ACL، وهذه اشهر الاصابات، واعتقد حتى اللي ما لعب كوره يعرف وش اصابه الرباط الصليبي. طبعا الركبه فيها الرباط الصليبي الامامي والرباط الصليبي الخلفي. الرباط الصليبي الامامي اسمه ACL، اختصار anterior cruciate ligament، anterior cruciate ligament. والرباط الصليبي الخلفي بنغير بس الحرف الاول A بيكون P، اللي هو اختصار posterior. يعني هذه anterior cruciate ligament، والرباط الصليبي الخلفي اسمه posterior cruciate ligament. إصابة الرباط الصليبي الأمامي أمام الـ ACL عبارة عن تمزق أو التواء في الرباط، واحد من الأربطة الرئيسية في ركبتك، وبتظهر هذه الإصابة دائما في الرياضة اللي فيها توقف مفاجئ أو تغيير اتجاهات أو فيها قفز أو هبوط، زي كرة القدم الأمريكية، كرة السلة، التزلج على المنحدرات، وطبعا كرة القدم. بعد كده في إصابة شائعة جدا أيضا اسمها الارتجاج، الضربة لما تجيك ضربة على الرأس. الارتجاج اسمه بالإنجليش concussion. concussion هذا بيحدث لما الإنسان يتلقى ضربة أو كدمة، صدمة مباشرة مفاجئة على الرأس من قدام، بتسبب حركة المخ داخل التجويف، الجمجمة أو الجمجمة العظمية الصلبة زي ما يسموها. بعد كده عندنا إصابة برضو شائعة جدا في كرة القدم، وكثير من اللاعبين للأسف بيوقف بسببها فترات طويلة، لأن هي إصاباتها سهلة، ممكن تيجي بسهولة وفي أي وقت، وفي نفس الوقت علاجها صعب وبياخد وقت طويل وممكن ترجع، اللي هي إصابات العضلات الضامة أو سفاج زي ما بنسميها في العامية. groin pull strain، بيسموها groin pull، لو هتبحث عنها باسم groin pull تلاقوها زي ما هي، او groin strain. تمزق العضلات ضمن الاصابات الشائعه في الرياضيين زي ما قلنا في كره القدم، وتحديدا اللاعبين اللي يقوموا بتمارين تقويه العضلات، العضله الفخذ الضامه عشان زياده مرونتها. بتحدث الاصابه مع تغيير مفاجئ لاتجاه الحركه، او لما اللاعب يشوط الكوره ببطن الرجل واللاعب الثاني يحط رجله على الكوره، او يحط رجله في رجل اللاعب اللي بيشوط الكوره، يكتم عليه زي ما احنا نقول، يكتم رجله، فممكن تصير هذه الإصابة لأنها بتسمع الألم فوق من، يعني ممكن برغم أنه بيستخدم باطن القدم، لكن الألم على طول بيضرب ويسمع فوق عند العضلة الضامة أو الصفاق.
ألم قصبة الساق شن سبلينز، الإنجليش اسمها شن. احنا قلنا قبل كده لو تذكروا في بداية اللقاء إن كلمة الكسارة بالإنجليش اسمها شن باد أو شن جارد، واقي الساق. أجل شن هي معناها عظمة الساق. حلو، يقال عنها شن أو تيبيا. تيبيا هي عظمة الساق بالكامل، والشن أيضا تقال عن عظمة الساق، تطلق عليه. شن سبلينتس الآلام اللي تصيب قصبة الساق، وهذا المصطلح يشير إلى الألم الممتد على المصطلح اللغة العربية اسمه عظم الذنبوب. طبعا مصطلح صعب جدا بس هو المصطلح العلمي، فكان لازم أدرجه في العرض التقديمي. هي العظمة الأمامية اللي توجد أسفل الساقين، من تمتد من الركبة للمفصل الكاحل للأنكل تحت، وتنتشر بين العدائين تحديدا أكثر من لاعبي كرة القدم. التهاب وألم شديد بينتج عنها، وناتج بالعادة عن الإفراط في استخدام قصبة الساق. وأيضا هذه ممكن أي واحد يجي الآلام هذه ويحس بيها لما يوقف رياضة، بعدها يرجع مرة ثانية يسوي أي مجهود بدني، ركض جري مثلا، أو حتى لو مشي سريع بس صار له فترة موقف، هيبدأ يحس آلام في قصبة الساق. التهاب العصب الوركي أو في العامية يطلق عليه عرق النسر، سياتيكا اسمه، سياتيكا، يشير عرق النسا او التهاب العصب الوركي الى الالم الذي يمتد على طول العصب الوركي، والذي يتفرع من اسفل الظهر، من اسفل الظهر الى الوركين والارداف من الخلف من ورا واسفل. وعادة ما يؤثر في جانب واحد في الجسم، يضرب الالم يمين او يسار مش الجهتين مع بعض. المشكله بتحصل ببساطه، لما بتصير لما يضغط القرص المنفتق هذا الديسك او النتوءات العظميه اللي في العمود الفقري، تضيق المسافات الموجوده في العمود الفقري على القناه الشوكيه على جزء من العصب، فبتسبب هذه الاصابه الالتهاب والشعور بالالم وعدم الارتياح، وتحس كمان بالم كانه وخز، كانه ابره، وخز الابر مثلا في مناطق معينه في الساق. طبعا هنا في الصوره واضح انه يشير لك على هذا العصب نفسه بالكامل الاصفر، والاحمر اللي هو مناطق الالم اكثر من منطقه، طبعا زي ما احنا شايفين على طول الساق بالكامل. نتكلم الحين عن تمزق العضلات الخلفيه، وهي ايضا من الاصابات الشائعه جدا في كره القدم. هامسترينج سترين، سترين قلنا معناها تمزق، وهامسترينج هو اسم العضله الخلفيه. العضله الخلفية تتكون من ثلاث عضلات زي ما احنا شايفين أمامنا في الصورة، بتبدأ من أسفل الحوض من الخلف إلى تنتهي عند أعلى عظمة الساق من الخلف، يعني عند تقريبا عند بداية الركبة زي ما احنا شايفين برضو بداية الركبة من ورا. ممكن يكون فيها تمزق جزئي أو بسيط أو كلي، بتحصل الإصابة هذه أو بتصير كثير كثير جدا بين الرياضات في الأوساط الرياضية، اللي الألعاب اللي تتطلب القفز زي كرة القدم وألعاب القوة. السبب الرئيسي في حدوث التمزق في العضله الخلفيه هو زياده الحمل على العضلات، وممكن يصير برضو لما تتمدد العضلات هذه فوق طاقتها اكثر من طاقه استيعابها، او يتم انقباض للعضله فجاه بشكل قوي فيصير تمزق في العضله الخلفيه. هذه الاصابه اسمها باتيلو فيمورال سيندروم، باتيلو فيمورال سيندروم، متلازمة أو عرض. سيندروم معناها سيندروم معناها متلازمة أو أعراض أو عرض آلام المفصل الرضفي الفخذي، مفصل الفخذ، واختصارها PFPS اللي هي Patellofemoral Pain Syndrome اللي هو الأربع حروف، عبارة عن شعور بألم في مقدمة الركبة زي ما موجود قدامنا في الصورة، مكتوب الباتيلا. باتيلا هذه لو نشوف الصورة مع بعض مكتوب باتيلا، أول كلمة في الصورة فوق اللي هي صابونة الركبة، وتحت مكتوب painful area أي المنطقة المصابة بالألم أو المنطقة اللي فيها الألم. يطلق عليها
احيانا اسم ركبه العداء لانها اكثر شيوعا عند العدائين، وفي الرياضات اللي فيها الجري والقفز غالبا بيزيد الم الركبه عند الجري او استخدام الدرج في الصعود وفي الهبوط او الجلوس لفتره طويله او الجلوس وضعية القرفصاء. والعلاجات البسيطه في اغلب الاحيان هي اللي بتجيب نتيجه، زي الراحه والثلج او انك تاخذ اللي هو المضاد للتورم او مضاد للالتهاب اللي هو انتي انفلاماتوري زي الثلج، لكن الثلج مضاد للتورم طبيعي يعني، ممكن تاخذ حبوب تعالج الاعراض هذه، لكن لابد الخضوع لعلاج طبيعي عشان تخفيف الالم عن المفصل. نتكلم الان عن برضو اصابه من اكثر الاصابات شيوعا في كره القدم، الا وهي التواء مفصل الكاحل. التواء مفصل الكاحل ممكن المفصل لما نقول يفتر بالعاميه يلف المفصل بشكل مفاجئ. الاربطه بشكل عام هي بتساعد على تثبيت المفاصل ومنع الحركه المفرطه. الكاحل لما الالتواء بيصير لما يتم اجبار الاربطه على الخروج عن نطاق الطبيعي للحركه، يعني تجبرها تسوي حركه مش معتاد عليها او خارج نطاق الحركه الطبيعي. وفي معظم حالات الالتواء الكاحل بتكون اصابات بالاربطه بالجانب الخارجي من الكاحل. هنا شايفين ان في جريد 1، هذه المستوى الاصابه رقم واحد الدرجه الاولى يعني اخف درجه، جريد 2 تحتها على اليسار، تحت على اليسار الصوره، وجريد 3 اللي هي اصعب شيء. طبعا شايفين علامات الحمراء داخل الرباط نفسه او المفصل، وفوق اللي على يسار الصوره الاولى طبعا هذه التشريح، الشكل التشريحي الطبيعي لمفصل الكاحل. وتر اخيلس او اخيل، وهو الوتر الخلفي للقدم اسفل الساق، بيظهر بشكل اساسي في الاشخاص اللي بيلعبوا الرياضه الترفيهيه، لكن ممكن يصير لاي شخص. يسموه وتر العرقوب، العرقوب احيانا حبل ليفي قوي مكون من زي ماده زي الليفه العضليه نسميها، او الماده اللي تكون منها الغضاريف او العضلات، يربط العضلات خلف العضله، من بيربط العضله من تحت عضله البطه تحديدا الى المفصل الكاحل من ورا، الكعب من ورا. فممكن لو تمدد الوتر هذا بشكل اكثر من اللازم يصير عليه قطع تمزق سواء جزئي او كلي. الاصابه اخر اصابه معنا في كره القدم في اصابات الملاعب، الاصابات الشائعه هي الكسر في العظام، سلمنا الله واياكم طبعا. الكسر انقطاع في استمراريه العظم الناتج عن قوه تفوق قدره تحمل العظام، او كالكسور مثلا تحدث نتيجه حوادث السير، او قوه معتدله تفوق قدره العظام غير طبيعيه على التحمل زي كسور عنق عظمه الفخذ عند المرضى المصابين بهشاشه العظام، او هو ناتج عن قوه صغيره متكرره ادت الى ارهاق العظام معا لوقت ككسور الاجهاد. الكسر الاجهادي هذا اشهر نوع من الكسور اللي تصيب لاعب كره القدم، وحتى يسمونها ستريس فراكشر. وهنا في الصورة جايب لك كل أنواع تقريبا الكسور، كل أشكال الكسور بالنسبة للعظم. الحين نتكلم عن الجزء الأخير من اللقاء اليوم، وبعدها إن شاء الله نفتح المجال أو أجيب على أسئلتكم بإذن الله اللي وصلتني. المصطلحات الخاصة بالجوانب النفسية والتحفيز، وحقيقة الجزء هذا أنا تعمدت اني ادرجه في محاضره اليوم او في لقاء اليوم على اساس الاهميه البالغه للجوانب النفسيه والتحفيزيه بالنسبه للاعبين. وزي ما ذكرت لكم طبعا وفيما يلي ان شاء الله اعرض لكم في قبل مباراه مصر تحديدا في كاس العالم، واللي صار بعد مباراه روسيا في الهزيمه، وبعد كده مباراه اوروغواي، ثم مباراه مصر، بحكي لكم قصة سريعا عن وش اللي صار بالضبط، وش كان دور الأخصائي النفسي في استرجاع الثقة لدى اللاعبين وعكس الصورة وقلب النتيجة. أول مصطلح معنا اسمه دافعية الإنجاز. دافعية الإنجاز باللغة الإنجليزية اسمه achievement motivation. achievement motivation هو ببساطة لازم نعرف موقعنا أو موقفنا من الفشل ومن النجاح.
هل نحن ناجحين ولا فاشلين؟ أول شيء. الشيء الثاني، هل بنسعى جاهدين للنجاح أم نحاول تجنب الفشل؟ وهنا يجي السؤال، يعني هنا هل عندك الدافع؟ هل أنت عندك الدافع للإنجاز لأنك عندك دافع قوي من داخلك تحقق شيء، ولا بس أنك تحاول تتجنب الفشل؟ واعطيكم مثال سريع، بعض اللاعبين يخاف من تسليط الضوء عليه من الاعلام، من كلام الصحفيين، يقول اللي بيجلدونا في الاعلام لو خسرنا لو لو لو. وهذا صار بالفعل حتى معنا في كاس العالم، ان الكل كان خايف من الانتقادات اكثر من خوفه من اي شيء بعد مباراه روسيا في الافتتاح، طبعا للاسف اللي كانت النتيجه فيها هزيمه ثقيله بخمسه. فدافعية الانجاز كان شيء مهم جدا، وكلمه من كلمات السر المهمه في بعد كده تحسن الاداء، في وان لم تتحسن النتيجه لان خسرنا مباراه ثانيه ضد الاوروغواي، لكن تحسن الاداء كثيرا، ولعبنا مباراه من افضل المباريات في ذاك الوقت، يمكن من افضل المباريات في تاريخ المنتخب السعودي بشكل عام. المصطلح الثاني اسمه achievement orientation، وهو فهم الحاجه للانجاز. ليش احنا بننجز؟ ليش نبي نحقق انجاز معين؟ تصورنا لمدى ثبات مستوى القدرات الخاصه بنا. هذا شرح بسيط للمصطلح. اذا اتخذنا نهج مثلا اداء مهمه معينه، لانه بنسوي مهمه معينه، فهل احنا نعتقد ان بامكاننا تطوير قدراتنا ونساعد انفسنا ونساعد القدرات هذه على انها تنمو وتتحسن ام لا؟ فهذا اسمه achievement orientation. بعد كده affirmation، توكيد الذات. هذا مصطلح مهم جدا ومرتبط ايضا بمصطلح الثقه بالنفس. توكيد الذات عباره عن انك تؤمن بنفسك وتثق بنفسك دائما بشكل ايجابي، ودائما لما تتكلم او تكتب مثلا في خواطر لك او شيء، لو تبي تمارس تمارين معينه لتوكيد الذات، تقول انا، تتكلم عن نفسك دائما وبصيغه المضارع، تقول مثلا انا المتحكم في استجابات الانفعاليه، او انا اتحكم، مش ساتحكم مثلا او تحكمت، لا، دائما في، عفوا، دائما في صيغه المضارع وبالضمير الاول، يعني تقول انا، مش مثلا انتم تخاطب ناس، لا، لما تبي تاكد ذاتك طبيعي انك تتكلم عن نفسك. حلو. فتقول انا 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 قادر على الاستجابه الانفعاليه مثلا، على النقد الموجه لي مثلا في جميع الاوقات من وسائل الاعلام او المدرب او الاداره او اي شيء او الجماهير. نكرر هذه التاكيدات عده مرات كل يوم، نخليها جزء من حياتنا، جزء لا يتجزا من عمليه التفكير الخاص بنا. المصطلح التالي اسمه العدوان، الاجريشن، اجريشن، ومنها جت كلمه اجريسيف اللي هي عدواني اعتذر على المقاطعه استاذ استخدم ابن. بمعنى شرس. تفضل. نظرا لضيق الوقت امل منك استقبال اسئله المتدربين. ابشر. على يعني العموم كان باقي اوكي خلاص. طيب نبدا في استقبال الاسئله، عفوا. السؤال الأول اللي وصلني يقول الفرق بين position و position. position بالآي معناها المركز أو التمركز، لكن position اللي هي POSSESSION هذا معناه الاستحواذ أو الاحتفاظ. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني، الفارق بين line up formation، أعتقد أنا بالفعل أجبت عليه، لكن نجيب عليه مرة ثانية. line up هو التشكيل مثلا، نقول اليوم التشكيل، المدرب بيلعب باللاعب الفلاني في الدفاع، الحارس بيكون فلان، المحور بيكون فلان، وهكذا بأسماء اللاعبين ومراكزهم. لكن formation هو التشكيلة بشكل عام كخطة لعب أو طريقة لعب، يعني مثلا 4-4-2 يطلق عليه formation مش line up. تمام، هذا الفرق. هل هناك مسمى للتمرين الأخير قبل المباريات سواء ترفيهي أو غيره؟ صراحة أنا ما يعني ما أدري بالضبط إذا كان في مسمى، ما عندي المعلومة، لكن إن شاء الله أنا ممكن لو أستاذنك تتواصل معي بشكل خاص مع رقم التواصل، وإن شاء الله ممكن أفيدك بالمعلومة في أقرب فرصة. لكن بشكل عام هو التمرين اللي قبل المباريات بيكون تمرين ترفيهي، طبيعته تمرين ترفيهي، فن او استمتاع، على اساس يسحب الضغط من على اللاعبين، وفي نفس الوقت بيكون الحمل البدني فيه
ضعيف او قليل على اساس انك خلاص قبل المباراه بيوم، فبتلعب مباراه فيها حمل بدني كبير، فما في اي داعي انك تبذل مجهود او تتمرن تمرين عادي او يكون الشده فيه عاليه او حتى متوسطه. استاذ ايمن مساء الخير، ممكن الحصول على ملف البي دي اف؟ اكيد ممكن الحصول على الملف ان شاء الله. استاذ انك تتواصل معي على الخاص، على ارقام التواصل اللي انا حطيتها في الاول، او ممكن تحصل عليها من الاخوان في معهد اعداد القاده، وان شاء الله باذن الله ارسل لك الملف. عادة اللاعبين قبل بداية التمرين على الاحتياط يلعبوا بلاعب في النص سواء بلمسة واحدة أو عدة لمسات، ماذا يطلق على هذا التمرين؟ قبل بداية التمرين أو لاعب الاحتياط يلعبوا بلاعب في النص سواء بلمسة واحدة، أعتقد أنك تشير للمربع إذا ما خاب ظني يعني، وإذا فهمت بشكل صحيح، اللي هو الروندو، المربع اللي احنا نخلي مثلا من في النص، من ينزل النص ونلعب مربع لمسه او لمستين، هذا اسمه باللغه الانجليزيه، هو مصطلح مش انجليزي، هو مصطلح لاتيني او اسباني تحديدا، روندو، ويستخدم في اللغه الانجليزيه RONDO، روندو. بعض الاحيان الترجمه الحرفيه الانجليزيه لا تعطي المعنى الحقيقي وتفقد المعنى. انتيرير باس، قباس من القدم، بالقدم من الداخل، هل توافقني؟ اوافقك تماما. لصاحب السؤال، صحيح اتفق معك تماما الترجمه الحرفيه، بس في بعض الاحيان الترجمه الحرفيه بتكون هي الوسيله الوحيده لايصال المعنى. لا يعني يمكن لا تسعدني الذاكره ان اذكر لك امثله معينه، ممكن فيما بعد ان شاء الله لو تواصلنا مع بعض اعطيك امثله من حياتي انا الشخصيه في الترجمه، لكن اتفق معك بشكل عام. What difference between sent and intercept؟ السؤال غير واضح، عفوا. باموس، يلا من أشهر المصطلحات المدربين الإسبان. صحيح، باموس معناها يلا أو هيا، هي تستخدم لشحن الهمم أو للحث على عمل شيء، باموس. ما هي الكتب المهمة في تطوير المدرب المبتدئ في اللغة الإنجليزية؟ حاليا لا تحضرني أسماء الكتب، لكن بإذن الله تتواصل معي أخي السائل وإن شاء الله أعطيك أفضل الكتب بعد ما أبحث عنها وأعطيك المعلومة الصحيحة بإذن الله. مراكز اللاعبين لها رموز لكل مركز، هل يمكن ذكرها؟ ما أدري إذا كنت تتكلم عن الأرقام المراكز أم رموز، يعني بصراحة الهدف، عفوا، السؤال بالنسبة لي مش واضح تماما، لأنك ذكرت كلمة رمز وليس رقم، فما أدري وش تقصد بالضبط بسؤالك، لكن بشكل عام، لو أنا أعطيك المعلومات البسيطة اللي عندي، الحارس المرمى دائما بيكون مركز واحد، بعد كده بنبدأ من اليمين، الظهير اليمين مركز اثنين، ثلاثة السنتر اليمين، خمسة السنتر اليسار، أربعة سنتر، عفوا، أربعة صحيح، الظهير اليسار، ستة وثمانية بيكون المحاور، ستة غالبا بيكون المحور الارتكاز أو الدفاعي، وثمانية الهجومي، سبعة بيكون الجناح اليمين، 11 بيكون الجناح اليسار، 10 بيكون صانع اللعب، وتسعة بيكون المهاجم الصريح أو رأس الحرب. عفوا أستاذ أيمن، أتوقع قصده ممكن يكون زي في ألعاب البلاي ستيشن بعض الأحيان، الجول كيبر مثلا جي كي، الفورورد مثلا او الاتاكر اسمه اف دبليو، اتوقع ممكن. اوكي صحيح، ممكن يكون، اجل هو يقصد الاختصارات وليست الرموز. اوكي، رمز يقصد. اوكي بغض النظر عن الكلمه سواء رمز او اختصار، طبعا اللي عندك الدي اف هذا الديفندر، الام اف هذا الميدفيلدر اللي هو المحور او الوسط بشكل عام سواء محور او حتى لاعب الجناح، ام اف، الجي كي اللي هو الجول كيبر الحارس، عندك ال اف دبليو دي اللي هو الفورورد اللي هو لاعب الهجوم، وطبعا في حسب اللوائح الفيفا وخبراتنا في الترجمه، الفورورد تطلق بس على المهاجم الصريح مش على لاعبي الجناح، لان لاعب الجناح يصنفه ام اف ميدفيلدر، لاعب وسط ميدان. الفرق بين اس تي وسي اف، ما ادري بالضبط ايش تقصد بسؤالك.
أتمنى تثبت لنا أرقام التواصل إذا كان في ملف بي دي إف. إن شاء الله تتواصلوا مع الإخوان في معهد إعداد القاعدة. ممكن تعيد لنا أول صفحة حتى نتمكن من تصويرها نتواصل معك. ما هو مصطلح الإحماء؟ الإحماء باللغة الإنجليزية هو warm up. warm up WARM، هذه warm معناها دافئ حار، وبعدها up UP warm up، كلمتين منفصلتين لكن تستخدم على بعض بمعنى الإحماء. الحين أعيد الصفحة الأولى تواصل. أعتقد إن الكل شايفها الحين. قراءة اللعب بالإنجليزي، كويس. قراءة اللعب كانت على فكرة في المصطلحات النفسية اللي كنت بشرحها، لكن هي لأن مش مصطلح نفسي، لكن في مصطلح اللي هو خاص بالتوقع أو التخمين في علم النفس، وهو خاص برضو بالانتيسيبيشن. قراءة اللعب ممكن تكون جيم ريدنج، هذه قراءة المباراة، وممكن لما تقول انتيسيبيشن معناها التوقع او القراءة او الاستباق، كيف يكون عندك فعل مش رد فعل وتقرأ اللعب. مصطلح شدة التمرين هو تريننج انتنسيتي، انتنسيتي هو شدة التمرين. قلنا ان فوليوم معناها الحجم وانتنسيتي معناها الشدة، وفوليوم تشير الى المدة بالعادة، بينما الشدة تشير إلى شدة وقوة التمرين من حيث مثلا التكرار أو المجهود اللي بيتم أداؤه خلال التمرين. نحتاج جمل عن كرة القدم مثل 5 times in a row، 5 مرات على التوالي تقصد. تمام، إن شاء الله على وعد إن في لقاءات أخرى بإذن الله يكون فيها جمل كاملة في كرة القدم، أو لو تود التواصل معي بشكل شخصي يشرفني. ما أكثر الأفعال التي تستخدم المدربين أثناء التوجيه في التدريب والمباريات مثل get back؟ مثلا go deep، العمق مثلا. استخدام مثلا كلمات زي up أو go forward، مثلا go go open open up معناها افتح اللعب. في كلمات زي لاين، لما يوجه خط الدفاع، بدل ما المدرب يقول اكثر من كلمه بيقول مصطلح بس لاين، لو قال لاين خلاص معناه انه يوجه خط الدفاع ان في واحد طالع من خط الدفاع، فخلي خط الدفاع على خط واحد على اساس ما يكون في اختراقات. بالنسبه ل اللعبه مثلا من لمسه واحده، مثلا ممكن نقول اللي هو اللعب السريع مثلا كويك او وان تاتش، او لو نبي نقول مثلا ايزي، ايزي معناها هد اللعب، لما مثلا نكون احنا متقدمين او في عصبيه في اللعب او اي شيء، فممكن المدرب يوجه من على الخط يقول ايزي مثلا، وفي الحاله هذه تعني هد اللعب شوي. كلمه سنت اوف السؤال ممكن تيجي بمعنى طرد، سند اوف هي معناها انه يطرد بشكل عام، والسنت اوف ممكن تيجي بمعنى طرد، كلام صحيح، مع expulsion ومع dismissal ومع طبعا كلمة red card اللي هي المصطلح الدارج أو المعروف، البطاقة الحمراء. ما هو مصطلح الوحدة التدريبية؟ training session. training session هي الحصة التدريبية، و training unit هو الوحدة التدريبية. أعتقد إلى الآن ما وصلني أي أسئلة أخرى. يعطيك العافية أستاذ أيمن، باسمي وباسم معهد إعداد القاعدة الله نشكر يعافيك. الأستاذ أيمن جزيل الشكر على جهوده وطرح للمعلومات المثرية. بالنسبة للعرض سيتم إرساله على البريد الإلكتروني الخاص بكم، بإذن الله نلقاكم بلقاءات قادمة. شكرا جزيلا لكم، شكرا، السلام شكرا عليكم. لك، يعطيك العافية. شكرا، السلام عليكم. الله يحفظك.